ممسكني ورق وحاجات كتيره، وانا الحقيقه عايز ابدا دايما، عايز ابدا بان انا اسقف الحقيقه، لان انا امبارح شفت منظر يخليني مش اسقف، اقعد اسقف طول الحلقه. يعني لو الحلقه ساعتين يجب ان انا اقف احتراما بعد اذنكم، افضل اقف ممكن، شكرا. يا ريت. انا بقف احتراما الحقيقه لكل جمهور النادي الاهلي، وبسقف لكم على الهوا، انتوا تستحقوا كل شيء حلو الحقيقه. النادي الاهلي بالفعل عنده جمهوره، ده حماه. الكلمه دي احنا كنا متاكدين منها 100%، وكنا عارفين ان ده هيحصل واكتر، ولكن في النهايه المنظر اللي احنا شفناه امبارح والتشجيع المثالي ورد الداخليه، داخليه وزاره الداخليه على كل ما كان يثار امبارح من كلام غير منطقي، وده هنتكلم فيه بعدين، ولكن في النهايه عايز اقول الف مبروك لجمهور النادي الاهلي. مش الف مبروك ان انا كسبت الهلال، لانه ده الطبيعي ان انا اكسب نادي الهلال السوداني، مع احترامنا الشديد لنادي الهلال السوداني، هذا الفريق الكبير والعظيم وكل حاجة، ولكن النادي الأهلي هو الفريق الأكبر والفريق الأعظم والفريق الأهم في القارة الإفريقية، مش كلامه خلاص، ولكن بالأرقام. سعداء جدا بالفوز، مش علشان أن أنا كسبت نادي الهلال اللي الطبيعي أن أنا أكسبه، ولكن أكتر سعادة أن أنا شفت هذا المنظر الرائع. الحمد لله على السلامة يا جمهور النادي الأهلي، الحمد لله على السلامة لكل جمهور الكرة في مصر، بداية أعتقد بداية من امبارح وما هو قادم إن شاء الله. جمهور النادي الأهلي بدأ وفتح الباب، كل جماهير مصر، جماهير نادي الزمالك وجماهير نادي الإسماعيلي وجماهير نادي الاتحاد والمحلة وكل الفرق المصرية والأندية الشعبية وأسوان، كلهم إن شاء الله هنشوف 50 و60 ألف متفرج، لأنه جمهور النادي الأهلي فتح الباب. جمهور النادي الأهلي كان مثالي في كل شيء امبارح. جمهور النادي الأهلي رغم الصيام، لأنه جمهور النادي الأهلي كان حاضر وصنع الفارق. بالمناسبة كنت بتكلم من امبارح وبقول ان هي مباراه للاعبين، ولكن طبعا مباراه للاعبين، ولكن جمهور النادي الاهلي ووجوده في الاستاد، وده هيكلمنا عنه عبد الرحمن بعد شويه، جمهور النادي الاهلي ووجوده في الاستاد سلم المباراه للاعبين على طبق من ذهب. يعني ايه؟ يعني خلى لعيبه نادي الهلال نازلين مش قادرين يقفوا من قبل الماتش يا كابتن. والله مش قادرين، ده مش كلامنا على فكره، ولكن ده كلام مدرب نادي الهلال، وبالتالي جمهور النادي الاهلي وجوده رفع الحماس جدا عند اللاعبين نادي الاهلي، وسلم لعيبه نادي الهلال على طبق من ذهب للاعيبه النادي الاهلي اللي عملوا اللي عليهم وزياده. الف 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 مبروك لجمهور النادي الاهلي، وبنشكركم مره ثانيه وثالثه ورابعه وعشره. سيظل دائما جمهور النادي الاهلي هو السند، سيظل دائما جمهور النادي الاهلي هو الداعم الاول والرئيسي، سيظل جمهور النادي الاهلي هو كل حاجه حلوه، سيظل جمهور النادي الاهلي هو من 1907 وحتى الان هو افضل شيء في الكون، لانه جمهور بيحب ناديه زي ما حضراتكم شفتوا امبارح. ازيك يا عبد الرحمن؟ مبروك يا كابتن اسلام. الف مبروك، مبروك ليك ولكل جمهور النادي الاهلي العظيم. طبعا. والحاله اللي انت فيها دي هي الحاله اللي كان فيها الاستاد كله امبارح. نعم. يعني انا الحمد لله حضرت ماتشات كتير جدا من وانا عندي 6 سنين بروح الاستاد، لكن اللي انا شفته امبارح كان وحشني. يعني هو ده العادي بتاع جمهور الاهلي، بس هو كان وحشني. اقل وصف للي حصل امبارح انها ملحمه، ملحمه من مجلس اداره النادي الاهلي، من جمهور النادي الاهلي، من تامين المباراه وتنظيم المباراه اللي كان على اعلى مستوى، ومن اللاعبين. خلينا اشرح لك يا كابتن، او يعني اكيد مش هشرح لك، انا هوصف بس الحاله اللي انا عشتها. لا لا اتفضل. طبعا انا دخلت الاستاد بمنتهى السهوله وبمنتهى اليسر. عارف انت كنت لازم، انا اسف بس دي برضو غلطتنا، كنا لازم، انت عارف كنت لازم تعمل ايه؟ توثق ده بالموثق. موثق موثق طبعا. هوريك والله للناس ووريك. بص يا كابتن، طبعا انا شفت الملعب لانه انت فاهم. لا لا انا عارف طبعا، انا شفت امبارح فعلا عائله النادي الاهلي. اوكي. ده المعنى اللي انا شفته امبارح من كيان عظيم اللي على راسه هو جمهور النادي الاهلي، على راس هذا الكيان العظيم جمهور النادي الاهلي. حقيقي. خليني اقول لك يا كابتن ان بمنتهى البساطه، لحظه اذان المغرب لو انت قاصد تعمل فطار جماعي لمحبين وعشاق النادي الاهلي مش هيطلع بالمنظر ده. مجلس اداره النادي الاهلي موجود من الساعه 4 في الاستاد، جمهور النادي الاهلي بدا في الدخول من الساعه 4، ويمكن يشكر الامن على ان هو فتح الاستاد من الساعه 4 لحد الساعه 8، لان ده سهل كتير جدا 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 عمليه الدخول. نعم.
توفير ان هم يخشوا بالميه وبالفطار بتاعهم ده كان شيء نموذج الحياه كابتن. نعم. لان انا شفت فعلا زي ما قلت لك عيله بتفطر مع بعضيها. الاستاد كله لو انت مجمع 50,000 متفرق او 50,000 واحد وعاملين نفسهم او مش عاملين نفسهم واقعيا هم عيله واحده، المنظر كان مبهر وكان عظيم جدا يا كابتن. اللي انا شفته امبارح ده من اول ما دخلت الاستاد لحد ما خرجت ما يتقالش عليه غير ملحمه. تاثير لعيبه النادي الاهلي على فرقه الاهلي وعلى فرقه الهلال بالمناسبه كابتن، فرقه الهلال من ساعه ما حطوا رجلهم في الارض في التسخين وجمهور النادي الاهلي بيشجع لحد اخر دقيقه 90 وبعد الوقت الضايع كمان، الوقت ده كله هتافات بشكل مستمر، مفيش خروج عن النص لثانيه واحده من المباراه. يمكن التفاعل اللي بين اللعيبه والجمهور كان واضح جدا، اللعيبه رتمها مع رتم الجمهور، اول ما الريتم اللعيبه يهدى بس سنه كده صياح الجمهور يغير الوضع تماما. صحيح. يعني هتاف جمهوره ده حماه او من ثالثه شمال، امبارح سمعنا كل الهتافات النموذجيه للنادي الاهلي، يعني حتى من اول هتاف عمر بيك لطفي هتاف رائع وجميل وبيحفز اللعيبه بتاريخ النادي الاهلي، لحد الثالثه شمال دي بتهز جبال فعلا، لو جبل في الملعب هيتهز يا كابتن والله. اي لو انت جبت 6 كراسي او 11 كرسي في الملعب يلعبوا صدقني يا كابتن هيقدوا طوار جمهور النادي الاهلي. انا مصدقك انت طبعا لان انت عشت الحاله دي طبعا. لا حقيقي والله فعلا اقل ما يقال انها ملحمه، وانا كان وحشني منظر الاستاد بالشكل ده. ده المنظر العادي بالمناسبه يا جماعه، ده العادي بتاع النادي الاهلي، ان ال 50,000 متفرج ده رقم عادي، لو نزلت 200,000 كانوا هيشتروا، لو نزلت مليون كان جمهور النادي الاهلي هيملى الاستاد كله برضه. حقيقي. ففعلا انا كان وحشني الاحساس ده. الحاله اللي كان فيها الجمهور وتاثيرهم على المباراه وعلى نتيجه المباراه كانت واضحه جدا الحقيقه. يعني منتج او صناعه كره القدم بالجمهور ليه طعم مختلف، واكيد المسؤولين والقيادات كلها هيبقى واخده بالها من الانضباط اللي كان فيه جمهور الاهلي، وده مفتاح بقى عشان يغير طيب. صناعه الرياضه في مصر يا كابتن. برافو عليك، لانه انا بس محتاج ان انا اتكلم مع جمهور النادي الاهلي في هذه النقطه، لانه كان هناك مرة أخرى إن هو يضع أسفين ما بين الدولة المصرية وجمهور النادي الأهلي. ولكن امبارح الحقيقة يعني أنا شفت امبارح يا عبد الرحمن مثلا بعض من لا يشجع النادي الأهلي، وللأسف الشديد أنا مش هقدر أقول الأسماء، لكن مش هقدر عشان حاجة، لأنه ما يصحش إن أنا أقول هذه الأسماء. مش مبادئنا كابتن، مش مبادئ النادي الأهلي برضه. بالظبط كده، ولكن في ناس، تخيل إن في ناس كتبت بوستات على الفيسبوك وأنا شفتها وغيري شافها وأهلاوية كتيرة، وهؤلاء الناس لا ينتمون للنادي الأهلي ولكن ينتموا لأندية أخرى وبيشجعوا أندية أخرى. الناس دي كتبت إن هناك حصل كذا وكذا وكذا وكلام ما يصحش ومش عارف إيه. أول ما الداخلية، وزارة الداخلية اللي أنا بشكرها من قلبي والله العظيم ثلاثة، عندنا وزارة داخلية وعندنا وزير داخلية وعندنا ضباط وعندنا عساكر وعندنا ناس بتحاول تحافظ على البلد دي بكل الطرق، بتحاول تخلي البلد دي في أعلى حتة. مش بتحاول، هي امبارح أثبتت، وزارة الداخلية أثبتت. هم بيفطروا مع الجمهور امبارح، الفطار كان جماعة الداخلية وما تعرفش مين جمهور الأهلي فيهم. صحيح. أثبتت وزارة الداخلية امبارح إن إحنا عندنا وزارة محترمة، عندنا وزارة عايزة أفضل حاجة لهذا البلد، سواء من الناحية السياسية، من الناحية الاقتصادية، من كل النواحي، أيضا من الناحية الرياضية. وزارة الداخلية امبارح نزلت بيان، أو النهاردة الصبح نزلت بيان، قالت إن جمهور النادي الأهلي يتعامل مع الموضوع بشكل رائع، وقالت إن جمهور النادي الأهلي أو إن الجماهير اللي كانت موجودة في الاستاد تعاملت بشكل رائع مع كل الأمور. وإن في بعض الفيديوهات أو بعض الناس منزلة فيديوهات علشان تدق إسفين ما بين، هي ما قالتش كده لكن أنا اللي بقول، الفيديوهات دي كلها مفبركة من 2013 وكانت واضحة جدا جدا جدا. فأنا الحقيقة مرة أخرى بشكر الداخلية، ومرة أخرى بشكر جمهور النادي الأهلي اللي هنفضل نشكره على طول. دايما يقولوا لي انت دايما يا اسلام لما بتيجي تتكلم بتتكلم عن جمهور النادي الاهلي الاول. ايوه اتكلم عن جمهور النادي الاهلي الاول، لان جمهور النادي الاهلي هو السبب في اللي احنا فيه. جمهور النادي الاهلي، لو انا قاعد في هذا المكان انا قاعد بسبب جمهور النادي الاهلي، مش انا لوحدي، كل لعيب في النادي الاهلي عدى من عند باب النادي الاهلي، فالسبب في ان الناس تعرف اسم هذا اللاعب هو جمهور النادي الاهلي. من 1907 وحتى الآن يظل دائما هذا الجمهور هو السند والدعم الرئيسي للنادي الأهلي في كل شيء. فالحقيقة من امبارح للنهاردة زي ما عبد الرحمن قال، ملحمة كبيرة جدا جدا
هي في الاساس. وانا اسف بقى ان انا هنا اللي عايز يقول ان انا بطبل يقول، اللي عايز يقول ان انا وهنحاول يا شباب لو سمحتوا حاولوا تجيبوا لنا حد نحتفل معاه، سواء الاستاذ محمد سراج، الوزير العام، اي حد موجود، لانهم كلهم بيمثلوا بعض، كلهم بيمثلوا النادي الاهلي. اي حد من لجنه الجماهير يبقى موجود معانا، لانه عايزين نشكره. اي حد هيقول ان انا بطبل، اللي عايز يقول ان انا بطبل، انا بطبل لمجلس اداره النادي الاهلي. هذه هي حقيقه بعد اللي اتعمل خلال هذا الاسبوع. انا بقول للكابتن خطيب الف سلامه عليك طبعا، وان شاء الله ترجع لنا بالف سلامه وهو كويس، ان شاء الله تشوفوه قريب. لكن اللي عايز يقول ان انا بطبل يقول، اللي عايز يقول حاجه يقولها، اللي عايز يقول ان انا بعمل اي حاجه لمجلس اداره النادي الاهلي يقول، انا مش فارق معايا، لانه اللي انا شفته هو اساسه مجلس اداره النادي الاهلي ولجنه الجماهير. لجنه الجماهير دي انا يمكن عشان متداخل في مع معظمهم وبتكلم معاهم على طول في التليفون، وبنعرف ايه اللي بيحصل، حاجات كتيره جدا جدا بتحصل عشان الشكل اللي حضراتكم شفتوه امبارح يظهر على الهواء، يظهر امام الملايين من عشاق النادي الاهلي، ويظهر امام الملايين من العالم اللي كانوا بيتفرجوا او اللي كانوا منتظرين هذه المباراه اللي ظهرت بهذا الشكل. خلينا نروح ل دكتور محمد سراج، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وعضو لجنة الجماهير اللي ليها دور كبير جدا مع مجلس إدارة النادي الأهلي في الوصول لهذا المنظر الرائع. دكتور محمد، أولا ألف مبروك، وثانيا أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا بالنيابة عن كثير من جمهور النادي الأهلي للمنظر الرائع اللي احنا شفناه امبارح. بشكر حضرتك ممثلا للجنة الجماهير والمجلس إدارة النادي الأهلي على الشكل الرائع اللي ظهر امبارح، ونتمنى أن يكون دائما خلال الفترة اللي جاية. اولا تحياتي طبعا ليك يا كابتن اسلام، وتحياتي لعبد الرحمن ناجي ولكل الساده المشاهدين ولكل جمهور النادي الاهلي، واشكرك طبعا على كلامك وعلى المقدمه الجميله دي، والحمد لله يعني بنهدي طبعا الفوز الكبير ده لكل جمهور النادي الاهلي العظيم. الحقيقه دكتور محمد، يعني طبعا انا بشوف، يعني انا بتكلم بقى من وجهه نظر فنيه، ان النادي الاهلي الافضل من الناحيه الفنيه في كل شيء من الهلال، ولكن في النهايه انت كسبت فريق قوي، فريق مهم، لكن شكل الجماهير اللي احنا ما شفناهوش، ولسه عبد الرحمن كان بيتكلم في هذا الامر، ان احنا كان وحشنا هذا الشكل الرائع، ولاول مره منذ سنوات طويله نجد ان كل ال50,000 اللي كانوا موجودين ويمكن اكتر كلهم راضيين عن اللي حصل، وعن الدخول وعن الخروج وعن الاعلام وعن دخول الاكل وعن دخول الشرب وعن كل شيء. الحقيقه يا دكتور محمد، لا الحقيقه الحمد لله كابتن اسلام، يعني طبعا يعني لجنه المباريات زي ما حضرتك تفضلت وقلت، يعني حاولنا جاهدين يعني الفتره اللي فاتت ان احنا نكون قريبين من الملف ونشتغل عليه، وطبعا بقياده معالي الوزير العام فاروق نائب رئيس النادي ورئيس اللجنه، وباعضاء طبعا دكتور محمد شوقي و الدكتور مهند مجدي والنائب محمد الجرحي. فالحقيقه كنا كلنا بنتعامل كمنظومه واحده، ومعنا طبعا الدكتور سعد شلبي والعميد علاء مدير النادي، عمل مجهود كبير. الحقيقه كمان عايزين نثني على كل الجهات المعنيه الحقيقه في الدوله، الناس ما قصرتش معانا في الفتره اللي فاتت، لمسنا منهم تعاون وتجاوب على كل الاصعده، يعني سواء الامن في وزاره الداخليه، سواء شركه تذكرتي السادات. الحقيقه كل الناس كانت في تعاون، الشركه برضه الافريقيه في التامين، يعني احنا مش بس يعني كنا بنشتغل على اليوم نفسه او اشتغلنا اليوم نفسه، لا احنا قبل اليوم طبعا زي ما حضرتك عارف كابتن اسلام كان في اجتماعات كتير للجنه، وكلها طبعا بالتنسيق برضه، كان حتى يعني بنتمنى له يا رب الشفاء العاجل كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي باذن الله، يعني اتمنى له الشفاء العاجل يا رب، كان حتى في ظروف الصحيه بيتابع معانا وبيكلمنا واحنا في الاجتماعات وبيشوف الدنيا ماشيه ازاي، بيعمل اتصالاته مع الجهات عشان يسهل ويسلل العقبات على الجمهور. فالحقيقه كلنا اشتغلنا كتيم واحد كمنظومه واحده، والحمد لله يعني كان في تجاوب من الناس، وطبعا احنا كل ده يعني بنشتغل عليه ان احنا عندنا الثقه وعندنا الاطمئنان ان جمهورنا دايما دايما على قد الثقه، ودايما جمهور واعي، ودايما جمهور محترم، وعشان كده كنا بنشتغل من قلبنا ويعني ومش حاملين هم الحته دي، وهم فعلا كانوا على ارض الثقه امبارح، وزي ما حضرتك شفت وكل الساده المشاهدين شافوا المنظر امبارح كان حضاري، كان محترم، كان منظر جميل حقيقي. نشكر عليه كل الناس الحقيقه، جمهورنا والجهات الامنيه وكل الناس على خروجه بهذا الشكل.
الحقيقه برضو يا كابتن دكتور محمد عايز برضو اسالك فيما يخص ان هناك بعض الفيديوهات المفبركه، انا لسه كنت بتكلم عن هذا الامر اللي تم اترمت امبارح ما بعد نهايه المباراه، الحقيقه بغرض الوقيعه ما بين جمهور النادي الاهلي ووزاره الداخليه، ولكن الحمد لله وزاره الداخليه طبعا كالعاده الحقيقه تنبهت لهذا الامر وطلعت بيان اتكلمت وبسرعه شديده جدا لفتت النظر الى ان هذه الفيديوهات هي فيديوهات مفبركه من سنه 2013 يعني. بالظبط بالظبط يا كابتن اسلام، دي فعلا احنا اتفاجئنا بيها امبارح بعد الماتش. عارف بقى حضرتك يعني بيبقى في ناس كده بتحب تستغل يعني الامور دي باستغلال سلبي او استغلال سيء، لما بتشوف ان الدنيا ماشيه كويس والدنيا ماشيه حلو والناس طالعه مبسوطه، الجمهور فرحان، الناس بتتعاون معانا، في انسجام وانصهار ما بين كل الجهات والفئات، فممكن يبقى في ناس ما بيعجبهاش ده وما بتبقاش مبسوطه بده، فهتضطر ان هي تفبرك حاجات وتعمل شغل مش كويس وتعمل شغل ممكن يعمل فتن ويعمل مشاكل. لكن طبعا يعني اكيد في وعي كبير سواء عند الاجهزه الامنيه او عند الجمهور، وفي بيان طلع يمكن من وزاره الداخليه امبارح مظبوط الكلام ده، لانه يعني كان متركب وباين ان هو متركب طبعا، مش جمهور النادي الاهلي ابدا يعمل كده، بالعكس احنا كنا كلنا حاضرين في الملعب، حاضرين من بدري يعني قبل الفطار، والحمد لله فطرنا كلنا مع بعض، وده كمان كان منظر جميل يعني. انت بتتكلم في تامين ماتش بالشكل ده في رمضان، برضو صيام على كل الناس، ده حقيقه مجهود كبير من الجميع، وفطرنا كلنا جوه في الاستاد مع بعض، الناس كانت قمه في الالتزام قمه في الاحترام، جمهور النادي الاهلي ما عملش اي اتفاق بهذا القبيل اطلاقا، كان تركيزه كله مع فرقته بيشجع فرقته وحققنا الهدف الحمد لله. خليني بس يا كابتن اسلام اقول شهاده حق في حق المهندس محمد زكريا سراج الدين، انا كنت على تواصل دايما بالصدفه الفتره اللي فاتت مع المهندس محمد، ويعني حتى في قصه التذاكر وفي قصه قبل الماتش خالص التنظيمات اللي كانت في الاول دي كلها كنت على تواصل دايما معاه. قفل التليفونات. لا 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 دكتور سراج ما بعناش ده، بالعكس انا كنت على تواصل معاه على طول. لكن خليني اشهد شهاده حق في حق هذا الرجل، الرجل ده كان متابع كل حاجه بشكل شخصي يعني، هو الدكتور محمد سراج من اول بوابات الدخول لحد احنا، يمكن انا شفت منظر امبارح لسه كنت بحكي لك عليه قبل ما اخش على الهواء، وده كان واضح طبعا ان هو بتكليف طبعا من طبعًا مجلس طبعًا اداره طبعًا النادي الاهلي بس يمكن الطريقه اللي انا شفت بيها امبارح تنظيم الدخول وحتى الفطار مجلس الاداره بالكامل اللي كان موجود امبارح فطروا في وسط الناس في المدرجات، دي حاجه ملهاش غير معنى عائله الاهلي. هي عائله الاهلي فعلا، يعني كل اللي كانوا موجودين من مجلس الاداره تابعوا بنفسهم عمليات دخول على كل الابواب لحد الدخول للمدرجات نفسها من كل الاشخاص اللي حضرت صحيح. يعني وفعلا حتى انا شفت في خلال طيب اول ما طلعت الاشاعه دي يعني اللي حضرتك لسه كنت بتقول عليها، بوست من النائب محمد الجرحي قال لك ان الصور دي مفبركه واحنا موجودين في الاستاد، الناس كانت داخله بازاز المايه وباكلها وعادي وفطرنا كلنا مع بعض يعني. فالحقيقه والحقيقه محمد الجرحي كمان وقتها عمل اتصالاته بالناس، واحنا بص خلي بالك يا عبد الرحمن دايما ما بيحصل حاجه زي كده احنا يعني على طول كلجنه بنتابع مع بعض، ما بنتحركش فردي يعني، بيبقى في تنسيق ما بيننا، فطبعا بنبلغ رئيس اللجنه وبنتحرك نبدا نتحرك بنعمل اتصالاتنا، فالنائب محمد جرحي عمل اتصالاته وانا عملت اتصالاتي مع الوزير دكتور شوقي دكتور مهند، كلنا يعني بنتحرك في نفس بتكليف طبعا من كابتن محمود الخطيب وبنتحرك للصالح يعني، فعشان كده الحمد لله طيب. يعني زي فريق الكوره كده لما بيبقى فيه صحيح وفي انصهار وكله بيشتغل بجماعيه ما فيش فرديه ما فيش انانيه بيبقى فيه توفيق يعني. دكتور سراج برضو عايز اقول لحضرتك ان انتوا فتحتوا او مجلس اداره النادي الاهلي فتح السكه او فتح المجال لكل انديه مصر، لكل انديه مصر ال 17 نادي اللي موجودين في الدوري الممتاز وبقيه الانديه اللي موجوده في الدرجه الثانيه، ان يكون هناك خلال الفتره اللي جايه جمهور وبعدد كبير جدا من المواطنين او المشجعين اللي بيحبوا فرقهم ان هم يخشوا، وغالبا اعتقد ان ده هيبدا ان شاء الله بمباراه الاهلي وبيراميدز في النهائي، اللي سمعنا اخبار ان من الممكن ان يكون هناك 50,000 متفرج في هذه المباراه، او طلب ان يكون هناك 50,000 متفرج في هذه المباراه، مباراه نهائي كاس مصر ما بين النادي الاهلي ونادي بيراميدز، هل في اخبار نقدر نتكلم فيها في هذا الامر ولا لسه؟ طبعا بالنسبه للشق الاول يعني التزام طبعا زي ما حضرتك قلت احنا بنتمنى يعني احنا الهدف الكبير زي ما قلنا هو عوده الجمهور يعني احنا ده الهدف الاكبر. نعم احنا بنحاول نشتغل خطوه بخطوه يعني الحمد لله احنا
مبسوطين وفرحانين ان الخطوه الاولى تمت بنجاح، عشان احنا كنا حتى قبل الماتش بنعمل فيديوهات وبنقول ان فرصتنا في ايدينا، وهاشتاج فرصتنا في ايدينا، ان احنا عايزين الفرصه دي نبني عليها. فالحمد لله عدت ومشيت على خير، فعايزين نبني عليها للي جاي. اعتقد ده هيبقى مفيد مش بس للنادي الاهلي، يعني هو مفيد لكل المنتخبات الوطنيه. الجمهور هو اهم عنصر في اللعبه، اهم عنصر في كره القدم. وحضرتك لعيب كوره، كنت بتلعب في النادي الاهلي وفي المنتخبات، ومر عليك كل الكلام ده، وانت حاسس اكيد يا كابتن اسلام معنى ان انت تلعب بجمهور ومن غير جمهور. فدي بتفرق جدا اكيد معاكم كلعيبه كوره في الروح، في رفع المعنويات. فدي يعني مش بس تفيد النادي الاهلي، تفيد كل المنتخبات الوطنيه، هتفيد كل الانديه الجماهيريه كمان، هتفيد صناعه كره القدم نفسها. تعاني صحيح. فدي بالعكس، احنا نتمنى ان الجماهير ترجع لكل الانديه. احنا مش بس بنقول النادي الاهلي، كل الانديه، لان ده هيبقى نجاح للرياضه والكره المصريه في النهايه. بالنسبه طبعا لمباراه بيراميدز لسه ما جالناش حاجه رسمي اقدر اقول او اصرح بيها يعني. وفي النهايه لما يجي حاجه اكيد هيبقى في اجتماعات وتنسيق برضو من خلال بقى دكتور سعد شلبي، هو اللي يقدر يرد ويتكلم في جزئيه زي دي. حتى الان لسه ما فيش تاكيدات جات لنا بحاجه. يعني كل الاخبار اللي كانت او اللي جايه في هذا الامر انه 25,000 للنادي الاهلي و25,000 لبيراميدز، 25,000 تذكره يعني للنادي الاهلي و25,000 تذكره لبيراميدز، وبالتالي يعني دي الاخبار يا دكتور سراج. لا لسه ما فيش يعني لسه لم حاجه جات لنا نقدر نتكلم فيها رسمي، بس اول ما هتيجي اكيد طبعا دكتور سعد شلبي هو نوط انه يتكلم في امور زي كده. اظن بعد اللقاء امبارح ده بقلب جامد نقدر نقول دلوقتي ان طبيعي يحضر 50,000 في كل ماتش يعني. احنا يعني اتمنى كل مباراه تبقى بالساعه الكامله يعني، ده تمنياتنا، واحنا مدين ايدينا بالتعاون مع كل الجهات، وده كان كلامنا معاهم دايما. والحقيقه هم الناس مش متاخره يعني، الناس هدفها برضه ده يعني، هم مش ضد عوده الجمهور، بس هم طبعا كان بسبب مشاكل كتير اللي حصلت السنين اللي فاتت، فبيبقى الموضوع ليه ضوابط معينه، والحمد لله اعتقد ان هي ماشيه بشكل كويس. ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه نجد دائما جمهور النادي الاهلي متواجد في الاستاد بعدد كامل. اخيرا يا دكتور محمد، احنا خلاص هنلعب في الاستاد خلال الفتره، استاد القاهره خلال الفتره اللي جايه. ان شاء الله ان شاء الله. برضه انا يعني برضه خلال البرنامج قناه الاهلي برضه انا بصراحه حابب اشكر شركه السادات جدا. طبعا. ناس قمه في الاحترام معانا، متعاونين. في تعاقد بيننا وما بينهم. ورغم كده برضو هم يعني عايزين مصلحه النادي الاهلي ومصلحه جمهوره، ففي مرونه وتعاون في الجزئيه دي معاهم. وبرضو هيبقى في اجتماعات اكيد من خلال مجلس اداره النادي الاهلي مع شركه السادات ومع استاذ سيف الوزيري برضو، اللي انا حابب اشكره الحقيقه بشكل خاص يعني. شخصيه محترمه وشخصيه تجتهد بقوه رفعت الرياضه المصريه بشكل عام. مظبوط. خلال الشركات الوطنيه سواء المتحده او السادات، لكن هو الحقيقه جزئيه السادات هم متعاونين معانا في الحته دي يعني. احنا كان عندنا تعاقد معاهم في استاد السلام، ورغم من كده برضه لما لمسوا ان في صعوبات عندنا في الموضوع ده سواء فنيه من ناحيه المدير الفني انه صعب انه يلعب هناك، او من ناحيه الجمهور عندنا كمان ان هو جمهور صعب استاد السلام بالنسبه له الوصول اليه، وفي معوقات كتير. فكان في تجاوب منهم ان احنا يعني يبقى في لعب في استاد القاهره، وان شاء الله يبقى في اجتماعات اخرى ان احنا نحسم الملف ده باذن الله قريبا. ان شاء الله قريبا جدا كل هذه الامور يتم حسمها. انا مره ثانيه ببارك لحضرتك يا دكتور محمد، وبنشكركم مره اخرى على، واتمنى ان يصل صوتنا لكل مجلس اداره النادي الاهلي الحقيقه على هذا المجهود الكبير وهذا المجهود الرائع اللي حضراتكم بتعملوه. انا عارف ان هو حاجه يعني بسيطه جدا بالنسبه للي بيعمله جمهور النادي الاهلي واللي وقفه ومسانده ودعم جمهور النادي الاهلي. فانا يعني حابب ان انا برضو كاحد جمهور النادي الاهلي او واحد من جماهير النادي الاهلي ان انا اشكر دكتور محمد واشكر مجلس اداره النادي الاهلي اللي تعرض الحقيقه خلال الفتره الاخيره لحاجات كثيره جدا، ولكن يظل دائما كل اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي الموجودين بيخدموا اسم النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. فبشكرك جدا يا دكتور محمد مره اخرى. شكرا كابتن اسلام، شكرا عبد الرحمن، وشكرا لكل الساده المشاهدين. شكرا جزيلا دكتور محمد سراج، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وعضو لجنة المباريات. الحقيقة اللي زي ما قلت لحضراتكم إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية كل حاجة هيتم تظبيطها بقى بمعنى آخر، لأنه إن
شاء الله ان شاء الله دايما عايزين نشوف ال 50 وال 60 وال 70 الف بصراحه كابتن. انا اتمنى ان كل مش مباريات الاهلي بس، كل المباريات في كل الالعاب تبقى بالمنظر بتاع امبارح ده. صحيح، حاجه راقيه جدا جدا جدا، واضافت كتير جدا لشكل الملعب. يعني تسويقيا حتى يا كابتن. صحيح، شكل الملعب لو من غير جمهور بتقل قيمه المباراه تسويقيا جدا. حضور الجماهير ده بيفرق كتير جدا 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 في شكل المباراه، والمنتج بتاعك بقى بعد كده بتسوقه بجمهور بشكل مختلف خالص عن من غير جمهور. صحيح، فحقيقه يعني اضافه كويسه جدا فيما يخص صناعه كره القدم. طبعا ان الوضع مختلف ب 50 الف متفرج حتى اقتصاديا يا اخي. يعني اقتصاديا دي شق تاني، الدخل طبعاً. المباراه هيزيد جدا على الانديه الجماهيريه اللي بتعاني دلوقتي. صح، ماديا. صح، يعني سيبك من النادي الاهلي، انما انديه بدون ذكر اسم النادي يعني اللي معتمده على دخل الجمهور والمدرجات ده هيفرق يعني معاها كتير جدا. غزل المحله مثلا، اسوان بيعاني دلوقتي من التنقلات، لو عنده دخل جماهيري هتبقى قصه تانية خالص، هتبقى قصه تانية خالص. فالموضوع هيفرق بشكل كبير جدا في صناعه كره القدم. ولكن بما اننا بنتكلم عن الجماهير، الحقيقه النهارده النادي الاهلي نشر نعي لمشجع نادي الاتحاد بقاء السكندري. بقاء لله طبعا لكل جمهور الاتحاد السكندري، بقاء والدوام لله. نعي لمشجع نادي الاتحاد السكندري اسلام محمد زكي، واللي توفي النهارده بعد فتره من العلاج، وهو من مصابي حادث مباراه النادي الاهلي والاتحاد في سوبر السله. خالص التعازي لاسرته وعائله الرياضه المصريه ونادي الاتحاد السكندري وجماهيره الكبيره والعظيمه، خالص العزاء. طبعا يعني كان حادث مؤسف ومؤلم جدا على كل جمهور الاتحاد وجمهور النادي الاهلي اللي كانوا موجودين في المباراه دي، ولكن الحمد لله يعني رغم ان اسلام بقاله فتره كبيره في الرعايه المركزه، لكن كان عدد المصابين كتير جدا جدا جدا. صحيح، الحمد لله جزء كبير منهم قام بالسلامه، ولكن البقاء لله طبعا في اسلام، هو يعني الشخص الوحيد المتوفي من هذه المأساة او الحادثه، وان شاء الله ان شاء الله ربنا يصبر اهله يا رب ان شاء الله. الحقيقه النهارده جمهور النادي الاهلي بينسج صوره مهيبه وملحمه تاريخيه. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير، وبعد هذا التقرير نرجع نكمل بقيه هذه الحلقه. الحقيقه مره اخرى بنشكر الداخليه، ولكن النادي الاهلي ايضا النهارده نزل بيان. الداخليه قدمت كل الدعم والمسانده للاهلي وجماهيره، والنادي يتوجه بالشكر. النهارده كمان مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب ارسل خطابا الى السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخليه، يوجه فيه الشكر والتحيه لكل رجال الامن الافاضل وعلى راسهم السيد الوزير، بعد تقديم كل الدعم والمسانده للنادي الاهلي وجماهيره في مباراه الهلال السوداني امس في ختام دور المجموعات من دوري رابطه الابطال. جاء في الخطاب تأكيد النادي على عظيم امتنانه لما قامت به وزارة الداخلية من مساندة في هذه المباراة، بدأت بموافقة معالي الوزير على السماح بحضور 50 ألف مشجع ساعدوا الفريق على تحقيق الفوز، فضلا عما لاقته جماهير النادي الأهلي من تعاون وتعامل راقي من رجال الأمن عند الدخول والخروج من بوابات الاستاد وفي المدرجات. وكان هناك تناغم بين كل عناصر المنظومة ساهم في نجاح المباراة وخروجها بالشكل الذي يليق بمصر وقدرتها على تنظيم أكبر الأحداث الرياضية. الحقيقة مرة أخرى ومرة للمرة المليون كلنا بنشكر سيادة اللواء وزير الداخلية على كل هذه الأمور الرائعة اللي حصلت، علشان بجد أنا كل الجمهور يا عبد الرحمن بيكلموني بيقولوا لي اشكر لنا وزاره الداخليه. طبعا بعد السلاسه بتاعت الدخول والخروج وعدم حدوث اي مشاكل في المباراه. مظبوط، اكيد كل الشكر لوزاره الداخليه بالكامل وافراد وزاره الداخليه اللي كانوا في الاستاد امبارح كلهم. بصراحه كابتن في تعاون كبير جدا وفي بساطه في التعامل مع الناس. حقيقي. فكل الشكر ليهم طبعا، ونتمنى ان هم بعد كده كمان يبقوا موجودين في المباريات اللي فيها جماهير كتيره بالشكل ده وبنفس الاداء ده. الحقيقه حاجه ممتازه جدا 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 يا كابتن. يعني اعتقد ان انت معاك خبر برضو مهم فيما يخص احمد عبد القادر. طبعا كابتن سعد عبد الحفيظ اصدر عقوبه اليوم ماليه ضخمه على اللاعب احمد عبد القادر. ده خبر كان مهم من كابتن سعد عبد الحفيظ طبعا. يعني عقوبه ماليه بص انا في الموضوع ده الحقيقه، وانا حابب ان انا اتكلم اهو زي ما حضراتكم عارفين قرار الكابتن، او زي ما حضراتكم شايفين قرر الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره توقيع عقوبه ماليه كبيره على اللاعب احمد عبد القادر نظرا لما بدر منه. طيب
في ناس كتيرة جدا بتتكلم في هذا الأمر. أنا بالنسبة لي الحقيقة في مثل هذه الأمور لما أجي أخد قرار لازم أخد قرار بما يتناسب ويتوافق مع مبادئ وإدارة النادي الأهلي. طبعا خلاص. هناك البعض شايف في مدارس في هذا الأمر. يعني إيه؟ يعني في مدرسة تقول لك أنا ما عاقبوش، كل واحد بيبقى بعد المباراة على آخره. وعلى فكرة مدربين كبار جدا 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 جدا، وأنا جايب أمثلة في هذا الأمر بس مش هتكلم فيها. ما بيحاسبش على هو منفعل، يقول لك لما نقعد ونتكلم. الله ينور عليك. لا بس ده مش مبادئ النادي الأهلي. نعم؟ بس دي مش مبادئ النادي الأهلي، طالما صدر موقف خلاص. أنا خلاص. فكابتن سيد من الناحية الإدارية عاقب اللاعب. وده أنا بحيي فيه الحقيقة كابتن سيد عبد الحفيظ في هذا الأمر، لأنه مهم جدا 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 إن الأجيال كلها تبقى عارفة إن اللي بيخطئ بيتم حسابه. ولكن يلعب أو ما يلعبش دي بتاعت المدرب. دي بتاعت المدرب. هي دي اللي أنا بتكلم فيها بقى. إن النقطة هنا المدير الفني مدارس او المديرين الفنيين مدارس. جوزيه ممكن جدا كان يبقى متخانق معايا بس بيلعبني، متخانق مع عبد الرحمن بس بيلعبه. دي حاجه بينه وبينهم او المدير الفني مدرسته. حصلت كتير فعلا، حصلت كتير. حاجه تقول ان المدير الفني مدرسته ايه؟ المدرسه دي ممكن يقول لك زي ما انا بقول لك كده، اللاعب متنرفز فعمل كده عشان متنرفز فخد الخطا الاداري او خد العقوبه الاداريه، ولكن من الناحيه الفنيه انا شايف ان هو يلعب. وساعتها بتبقى تقديريه للموقف على حسب الموقف نفسه. الموقف ممكن يستدعي انه يلعب عادي، يبقى نرفزت ملعب وبتاعه وكلام من ده وهياخد عقوبه ماليه وخلاص. وساعات بتبقى لا، تقديريا المفروض يقعد شويه. في ناس، في مدربين يقعدوا ماتش ولا ماتشين وبعدين يلعبوا تاني، في واحد ما يبقى خلاص المدرب مقرر انه ما يلعبوش. فهي تقديريا على حسب الموقف بترجع للمدرب طبعا. صحيح. وبالتالي احنا تم اتخاذ قرار زي ما حضراتكم شايفين من الكابتن سيد عبد الحفيظ من الناحيه الاداريه انه يتم عقوبه كبيره على زي ما البيان صادر او الخبر بيقول على دي العقوبه الاداريه بقى. الموضوع بتاع المدرب زي ما حضرتك قلت يا كابتن، هي مدارس بقى في عقوبه اللاعب ان هو يلعب او ما يلعبش. المدير الفني يشوف ان هو يلعب يلعب، هو حر. يشوف ان هو ما يلعبش ما يلعبش. في بعض الانديه يا كابتن التصرف ده بيعدي عادي، يعني في بعض الانديه محدش بيقف عنده. بالظبط، في بعض الانديه بيبقى التصرف ده عادي يعني. حصلت قريب كتير وفي حتت كتير جدا، حتت كتيره جدا وحصلت قريب. وانشيلوتي اخره مانشيلوتي بالظبط مع ريال مدريد قال لك يعني لما احد اللاعبين طلع وكان جاي يسلم عليه وبتاع. وعلى فكره في لقطه شهيره جدا لما كان ماسك بايرن ميونخ واعتقد احد اللاعبين الكبار بري او اي حد من اللاعبين الكبار كان طلع يسلم على انشيلوتي، فراح له انشيلوتي قال له انت ما سلمتش عليا ليه؟ بتحصل كتير وحصلت بتحصل. قبل كده بين السير اليكس وديفيد بيكهام لو تفتكر قبل كده، والسير اليكس كان ليه رد فعل قوي عور ديفيد بيكهام ساعتها ونزل يعوض الماتش. عادي بتحصل كتير، بتحصل كتير جدا. هي مدارس، هنشوف المدرسة مارسيل كولر هيعمل فيها ايه. ولكن مدرسه النادي الاهلي اتخذت قرار، او كابتن سيد عبد الحفيظ اتخذ قرارا بعقوبه كبيره. ودي صارمة عقوبة طبعا، يعني لو لازم تحصل من النادي الاهلي. كابتن سيد عبد الحفيظ ما كانش ينفع يعدي الموضوع ده اكيد. لا ما حدش بيعدي الحاجات دي. نادي النادي الاهلي ما ينفعش هذه الامور. خلينا بقى نستقبل بقى زميلتنا. يعني انا برضه هشكرك تاني على ان احنا بيبقى معانا الشباب المراسلين وامثال سلا، والمره اللي فاتت كان معانا هنا سلا. النهارده طبعا حد من المتالقين في قناه النادي الاهلي، بنرحب بيك يا سلا، اتفضلي. مرحب بيك طبعا يا عبد الرحمن، واكيد برحب بالكابتن اسلام وبكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. وبرضه مبسوطه ان انا معاكم تاني يوم على طول بعد فوز امبارح، وببارك لكم طبعا، ببارك لكل جمهور النادي الاهلي. رحت الماتش يا سلا ولا لا؟ للاسف يا كابتن اسلام ما كانش ليا نصيب. كنت موجوده يعني في تغطيه الاستوديو التحليلي مع كابتن ايمن شوقي من مقر النادي الاهلي بالجزيره. احنا بعد كده نطلب بقى من اداره القناه ان هي تديكوا اجازه اليوم ده عشان تروحوا تتفرجوا على الماتشات دي. ما حدش هيشتغل كده، كله عايز يروح الماتش. طبعا ببارك لكل جمهور النادي الاهلي، واكيد ببارك برضو للكل على عوده الروح مره اخرى يا كابتن اسلام وعبد الرحمن، الروح للمدرجات والملاعب المصريه. ويمكن شفنا امبارح يعني جماهير النادي الاهلي قدمت مظهر مشرف الصراحه يعني للكره المصريه وللنادي الاهلي. ويمكن ده اللي متعودين عليه دايما من اعظم جمهور في الجون، جمهور النادي الاهلي. يمكن هو كمان المصدر يعني امبارح ومصدر قوه والدافع الكبير لكل لعيبه النادي الاهلي في مباراه امس. معاك حق سلام. جمهور النادي الاهلي فعلا دافع، ويمكن مش اللعيب رقم 12، لا هو اللعيب رقم 1 و2 و3 زي ما قلت لك المره اللي فاتت. اللعيب رقم 12 هو اكتر تاثيرا من اي حد في الملعب يا كابتن صلاح. محدش يزعل مني، انا اسف ان انا هقول هذه الكلمه وكل شويه اقول اللي ما لعبش في الملعب وشاف الجمهور الموضوع بالنسبه لي. في لعيبه ما تعرفش دلوقتي في الوقت الحالي اللي انا بتكلم فيه. الناس اللي بتتكلم يعني
لما الواحد كان بيلعب وانت مستواك دايما في الدقيقه من دقيقه 80 لدقيقه 90 بتجد ان انت لياقتك البدنيه قلت ومش عارف ايه وكلام من ده كلاعب في الملعب يعني. لما الجمهور بيبقى 100,000 متفرج لو لياقتك وصلت ل 60-70% الجمهور بصيحاته وبتشجيعه بيخليها تصل لاكتر من 100%. بيأثر على رتم المباراه، رتم المباراه بيتأثر جدا بهتافات الجمهور. يعني لا انا الحقيقه من الناس اللي الداعمين الكبار جدا في عوده الجمهور مره اخرى، لانه زي ما انت قلت في صناعه كره القدم مهم جدا ان يكون الجمهور متواجد. عندك اخبار كتيره انا عارف النهارده. اكيد يا كابتن اسلام، عندي اخبار كتيره جدا متعلقه بفريقنا طبعا والمباريات والمواجهات القادمه بالنسبه للفريق الاول لكره القدم. اتفضلي. طبعا اولى اخبارنا اللي متعلقه بقرعه بطوله دوري ابطال افريقيا، ورغم انشغال فريق الكره فريق الاول طبعا لكره القدم بنادي الاهلي بمواجهه فريق غزل المحله يوم الاربعاء المقبل في مسابقه اللادوري، الا ان الجميع في النادي الاهلي يترقب قرعه بطوله دوري ابطال افريقيا وطبعا دور الثمانيه للبطوله بعدما تاهل المارد الاحمر لهذا الدور عقب يعني الفوز امس على نادي الهلال السوداني بثلاثيه نظيفه. وتقام قرعه الدور الربع النهائي لبطوله دوري ابطال افريقيا في 8:30 من مساء يوم الاربعاء المقبل في القاهره زي ما اعلن الاتحاد الافريقي لكره القدم كاف عبر موقعه الرسمي. كمان اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعد ما صعد النادي الأهلي لهذا الدور، وجاءت الأندية المتأهلة لدور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا كالآتي: شباب بلوزداد الجزائري والترجي التونسي، شبيبة القبائل الجزائري، ممالدي سان داونز الجنوب أفريقي، الرجاء المغربي، سيمبا التنزاني، الوداد المغربي، وطبعا نادينا نادي الأهلي المصري. ويواجه نادي الأهلي واحدا من الفرق الثلاثة اللي تأهلوا طبعا للدور الثمانية من البطولة. ويمكن طبعا يعني اول الفرق هتكون الوداد متصدر المجموعه الاولى، والرجاء البيضاوي متصدر المجموعه الثالثه، والترجي التونسي متصدر المجموعه الرابعه. طبعا يا كابتن اسلام ويا عبد الرحمن، يمكن النادي الاهلي ان شاء الله يعني في الدور الثمانيه هيواجه واحد من الثلاث فرق دول اظن، يعني سواء واجه الوداد او الترجي او يعني الرجاء، اكيد الثلاث مواجهات دول هيكونوا اصعب يعني من بعض، يمكن بنواجه يعني ثلاث فرق من اكبر الفرق اللي دايما بتشارك في بطوله دوري ابطال افريقيا. حظنا مع شمال افريقيا برضه كابتن. ها انا ما بيفرقش معايا الحقيقه. طبعا وداد، رجاء، ترجي، كلها اسماء كبيره جدا جدا في عالم كره القدم في مصر، ولكن او انا اسف مش في مصر، في القاره الافريقيه. ولكن في النهايه خلاص يعني انا وصلت لدور اللي يخليني الاعب كل الفرق القويه، وانا حطيت نفسي في هذا الموقف ان انا في التصنيف الثاني او في المركز الثاني، وبالتالي انتظر كل اللي في المركز الاول. طبعا فواحد من الثلاث فرق دول هيلاعب النادي الاهلي، وفي النهايه النادي الاهلي يستطيع ان شاء الله، وانا بشوف ان النادي الاهلي الافضل فنيا من كل هذه الفرق. هقول لحضرتك على حاجه كابتن. طبعا. انا عندي لاعب دول شمال افريقيا اللي عندها ملاعب راقيه وجو شبه جونا والكلام احسن من الدول الافريقيه الفقيره اللي هي ما عندهاش ملاعب امكانياتها عاليه، ما عندهاش جو مناسب لينا. لا دول برضو على الاقل انت هتروح في المود بتاع الجو بتاعك بتاع مصر هنا. دي وجهه نظري الشخصيه. مظبوط، لكن الحقيقه كل الفرق او كل الدول الافريقيه كل واحد له عاداته وتقاليده وشغلهم، الخريطه اتغيرت والدنيا بقت متغيره. المغرب دلوقتي من التصنيف الاول على العالم. جامبيا وصلت لكاس العالم للشباب، وبالتالي كل الفرق او كل الدول الافريقيه يعني كل واحد له طريقته وكل واحد له اسلوبه، لكن في النهايه صح ان انت لما تلعب. انا احب العب في شمال افريقيا، في خمس ست دول الواحد بيبقى صعب ان هو يلعب فيهم، ولكن لما تجي لك انت مثلا انت من الناس اللي كان الجيل بتاعكم يلعب في تونس كانه بيلعب في القاهره، فان انت تلعب برضو في البلاد الافريقيه اعتقد ان ده برضو من لازم خلاص يعني انت بتلعب في افريقيا. احنا لعبنا لسه جاي من الكاميرون يعني الشمال، هتلعب في الجنوب. وخلي بالك الاهلي تحديدا ما خلاش يعني شمال جنوب شرق غرب كسب كل الفرق، كسب كل الفرق وفي كله على ارضهم يعني من اول انجولا تحت خالص لحد دول شمال افريقيا كلهم كسبناهم. مظبوط. وداد، رجاء، ترجي، ان شاء الله ربنا يكرم ونكون مستعدين لهذه المباراه ان شاء الله يا كابتن اسلام. طبعا خلينا نستكمل اخبارنا النهارده، والخبر معانا دلوقتي متعلق بمباراه الاهلي وغزل المحله، المباراه القادمه ان شاء الله بالنسبه لفريق النادي الاهلي. ويمكن خلاص يعني اغلق الجهاز الفني النادي الاهلي صفحه مباراه الهلال السوداني امس في الجوله الاخيره من دور المجموعات ببطوله دوري ابطال افريقيا، وبدا السويسري مستر مارسيل كولر المدير الفني طبعا لفريق النادي الاهلي رحله استكشاف فريق غزل المحله استعدادا لمواجهته في 9:15 من مساء الاربعاء المقبل باستاد
القاهرة الدولي وضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، وذلك عن طريق مشاهدة مباريات الفريق المنافس بالدوري وكأس الرابطة، الوقوف على يعني نقط الضعف والقوة اللي موجودة في صفوف فريق غزل المحلة بحثا عن انتصار جديد في الدوري بعد الفوز على المقاولون العرب طبعا المباراة اللي فاتت بالنسبة لنادي الأهلي، واللي انتهت بفوز نادي الأهلي ب2-1. يمكن دي كانت آخر مباراة وآخر دور النادي الأهلي في مسابقة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، ويتربع الأهلي على عرش الأندية الدوري برصيد 44 نقطة بعدما لعب 18 مباراة وحقق الفوز في 13 لقاء وتعادل في 5 مواجهات ولم يخسر أي مباراة في بطولة الدوري. كمان الخبر معانا النهارده ومتعلق يعني برمانه ميزان وسط ملعب النادي الاهلي عمرو السوليه. النهارده عمرو السوليه نجم النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني بيحتفل بعيد ميلاده ال 34، حيث ولد لاعب وسط القلعه الحمراء في 2 ابريل 1989 في مينيا سمنود بمحافظه القاهليه، واجمالا يعني لعب عمرو السوليه مع نادي الاهلي 280 مباراه وسجل خلالها 27 هدف وصنع 28 هدف اخر، وتوج مع النادي الأهلي بدرع مسابقة الدوري الممتاز 5 مرات وكأس مصر مرتين وكأس السوبر المحلي 3 مرات وبطولة دوري أبطال إفريقيا 2 مرات والسوبر الأفريقي أيضا 2 مرات بجانب برونزية كأس العالم الأندية 2 مرات مع فريق لنادي الأهلي. كمان عمرو السولية واحد من نجوم النادي الأهلي في تشكيلة المنتخب الوطني، ولعب السولية 50 مباراة دولية وسجل هدف وحيد وقاد طبعا الفراعنة للوصول للمباراة النهائية بكأس الأمم الإفريقية. طبعا يا كابتن اسلام وعبد الرحمن اكيد بنقول لعمرو السوليه كل سنه وانت طيب وبخير وبسعاده، ويمكن طبعا عمرو السوليه اخر يعني 3 سنين أو 4 سنين مع نادي الاهلي شفنا كان بيقدم اداء قوي جدا مع نادي الاهلي، وكمان كان في يعني روح عاليه منه واداء رجولي في خط وسط الملعب، ويعني كمان شفنا يعني الفتره اللي فاتت كان مصاب ورغم يعني اصابته وتعافيه من الاصابه ظهر امبارح في مباراه الهلال السوداني بشكل جيد مع لعيبه النادي الاهلي. طبعا من اللعيبه اللي ليها تاثير خاص جدا، ومن من الناس اللي بتلعب في نص الملعب وهي حريفه قوي يا كابتن، ليه كوره حلوه وليه مسات حلوه قدام، وهداف برده من الناس اللي بتجيب اهداف وهو في المكان ده. كل سنه وانت طيب طبعا يا كابتن عمرو، يعني كل سنه وانت طيب يا سوليه وعقبال 100 سنه اكيد. كمان هيستقبل اخبارنا النهارده، ويمكن الاخبار اللي معانا دلوقتي متعلقه بالمباراه يعني طبعا الفتره القادمه مباراه الاهلي وبيراميدز في نهائي كاس مصر طبعا 2021 2022. كشف مسؤولو اتحاد الكره انه سيتم اللجوء لوقت اضافي لمده 30 دقيقه في حال انتهاء مباراه الاهلي وبيراميدز، وذلك طبعا يعني بالتعادل في نهائي كاس مصر موسم 2021 2022، والمقرر لها ان شاء الله ان هي تقام يوم 10 ابريل المقبل استاد القاهرة الدولي، وذلك في حال استمرار التعادل سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لتحديد الفريق الفائز في المباراة. كمان أضاف يعني الاتحاد المصري لكرة القدم أن المباراة ستقام على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 9:15 مساء، وسيتم تحديد عدد الجماهير الحاضرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية. كمان أرسل اتحاد الكرة خطابا للجهات الأمنية بيطالب في حضور 50,000 مشجع في مباراة الأهلي وبيراميدز المحدد لها يوم 10 إبريل في نهائي كأس مصر. طبعا زي ما أنا قلت يعني دي بطولة كأس مصر 2021-2022 باستاد القاهرة الدولي. طبعا يا كابتن إسلام وعبد الرحمن أكيد شيء مهم جدا أنه يعني يكون في حضور جماهيري زي مباراة الهلال امبارح، يبقى في حضور كبير 50,000 مشجع للناديين طبعا في المباراة، طبعا مباراة مهمة تعتبر نهائي كأس مصر، ويمكن البطولة دي غايبة عن نادي الأهلي من 2020. طبعا حضور الجماهير يا كابتن ده مهم، احنا لسه كنا بنتكلم في الموضوع ده في طبعًا. كل الماتشات طبعا كلنا ننتظر ايه اللي هيحصل في هذه المباراة. لسه كان معانا دكتور سراج وكنا بنسأله في هذا الأمر وقال لسه لم يصلوا إلى أي شيء رسمي، وهنا مسؤول اتحاد الكورة هم اللي بعتوا يعني مش النادي الأهلي، فده طبعا لأن طبعا هو اللي بينظم الاتحاد الكورة المصري هو اللي بينظم هذه المباراة، وبالتالي خلينا ننتظر ايه اللي هيحصل في هذا الأمر إن شاء الله. كمان يعني بمناسبه مباراه الاهلي وبيراميدز، كمان كشف مسؤولو اتحاد الكره ان الاتجاه الاقرب هو يعني في مباراه الاهلي وبيراميدز نهائي كاس مصر الا ان هم هيتجهوا او يعني هيكون في طاقم حكام اجنبي، واوضح يعني مسؤولو الاتحاد المصري لكره القدم ان نادي بيراميدز طلب يعني انه يكون في حكام اجانب للمباراه المرتقبه، وانه يعني هو ده اللي بيرتب له الاتحاد المصري لكره القدم حاليا. كمان يعني حدد رابطه الانديه المصريه
المحترفه ان يوم 15 يوليو المقبل هيكون موعد لانتهاء المباريات النسخه الحاليه من مسابقه الدوري الممتاز لكره القدم بسبب بعض التعديلات يعني اللي ظهرت في الجدول، وحيث يعني كان من المقرر انتهاء المسابقه يوم 30 يونيو المقبل. وكشف مسؤولو رابطه الانديه المصريه المحترفه ان مسابقه الدوري الممتاز يعني هتنتهي ان شاء الله يوم 15 يوليو المقبل، وجاء ده يعني جاء السبب ده طبعا بسبب يعني وجود النادي الاهلي ومشاركه النادي الاهلي في مباريات في بطوله كاس العالم للانديه والذي اقيمت في المغرب. كمان الخبر اللي معانا دلوقتي واستكمال طبعا لجميع اخبارنا النهارده متعلقه بالنادي الاهلي، فاز فريق الناشئين لكره القدم بنادي الاهلي مواليد 2003 على ضيفه سموحه بثلاث اهداف مقابل هدف امس على ملعب النادي الاهلي بفرع النادي الاهلي بمدينه نصر، وده كان ضمن الجوله الثالثه في المرحله النهائيه لبطوله الجمهوريه، وده الفوز ده يعني جه ورفع النادي الاهلي رصيده في الجدول ل 51 نقطه ليواصل صداره الترتيب البطوله، ويضم الجهاز الفني لفريق الاهلي 2003 محمد شرف كمدير فني طبعا للفريق، ومحمود صادق مدربا مساعدا، وخالد عثمان مدربا لحراس المرمى، ومحمد راشد اداري الفريق، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعبد الله سمير مخطط الاحمال، واخيرا عبد الحميد حسن اخصائي التدليك. دي طبعا يا كابتن اسلام ويا عبد الرحمن طبعا يعني دي كل اخبارنا النهارده المتعلقه بالنادي الاهلي، طبعا مباراته يعني مع غزل المحله وكواليس مباراه الاهلي وبيراميدز في نهائي كاس مصر، يعني دي كانت كل الاخبار النهارده وبشكركم جدا. والله برافو عليك يا سلا. انا بشكر برضو تاني اداره قناه النادي الاهلي كابتن اسلام وايهاب الخطيب الاستاذ ايهاب الخطيب على وجودكم في الاستوديوهات وتدريبكم بالشكل ده. سلا متالقه النهارده كابتن الحقيقه. الحقيقه دايما متالقين الحقيقه من مش النهارده بس، ولكن دايما ليهم دور كبير جدا جدا في قناه النادي الاهلي زيهم زي بقيه زملائهم الحقيقه، كل دائما بيحاول ان يصل لقلوب كل جمهور النادي الاهلي، وبالتالي ان شاء الله ربنا يكرمهم. والاداره الحقيقه دائما ما بتكون حريصه على تواجد كل الوجوه الشابه في النادي الاهلي لكن او في قناه النادي الاهلي عموما. بشكرك جدا يا سالة على تواجدك معانا، وكالعاده اخبار رائعه. شكرا جزيلا. ميرسي جدا يا كابتن اسلام، واكيد بشكر حضرتك وبشكر عبد الرحمن يعني على كلامكم ودعمكم يعني الدائم لينا كطبعا مراسلين قناه النادي الاهلي. انتوا دايما بتدونا الفرصه ان احنا نكون متواجدين معاكم في البرامج، واكيد بنظهر بشكل يعني كويس جدا مع حضراتكم. بشكركم جدا. شكرا جزيلا يا سلا. خلينا نروح من سلا نطير سريعا على النادي الاهلي في الجزيره وزميلنا كريم احمد واخر اخبار تمرين النادي الاهلي النهارده. زي ما حضراتكم دائما متعودين معانا كل الاخبار الخاصه بكل ما يحدث داخل النادي الاهلي من خلال زميلنا كريم احمد. ازيك يا كريم وكل سنه وانت طيب. مرحب بيك كابتن الكبير الكابتن اسلام الشاطر، كل سنه طيب طبعا، وكل التحيه ايضا كمان لزميلي العزيز عبد الرحمن ناجي، والتحيه والشكر موصولين الحقيقه لجمهورنا العظيم الكبير جدا جمهور النادي الاهلي اللي قدم ملحمه كبيره جدا. يا رب ان شاء الله كالعاده يكون جمهور النادي الاهلي الداعم والسند الكبير لفريق النادي الاهلي في البطولات كلها وليس بطوله افريقيا فقط لا غير. كالعاده قول لنا اخر اخبار التمرين النهارده، اعتقد الامور رائعه. بالتاكيد يا كابتن اسلام طبعا يعني فرحه كبيره جدا، ويعني زي ما بنقول تاجر السعاده هو النادي الاهلي. لما بتشوف الفرحه الكبيره للشعب المصري كله الحقيقه وليس جمهور النادي الاهلي فقط، يعني النهارده مجرد دخولنا الى مقر النادي الاهلي بالجزيره الكل سعيد، الكل بيتكلم على الاجواء، الكل بيتكلم على جمهور النادي الاهلي العظيم والملحمه الكبيره جدا جدا اللي شفناها، اللي يعني ناس كتير قوي فاتتها كتير ان هي ما كانتش موجوده الحقيقه في مباراه الامس. هو ده جمهور النادي الاهلي، وهو ده النادي الاهلي الحقيقه في المباريات الكبيره جدا، التضحيات اللي كانت متواجده الحقيقه والروح والشخصيه وكل الامور والترتيبات الكبيره جدا الحقيقه بدايه من الدوله المصريه وزاره الداخليه وزاره الصحه وزاره النقل، كل الحقيقه تكاتب بشكل كبير جدا عشان النجاح، وتكون سهره رمضانيه عظيمه جدا شفناها امس باداء ونتيجه اسعدت الحقيقه كل جمهور النادي الاهلي. لكن زي ما النادي الاهلي معودنا وزي ما الجهاز الفني معودنا، وانت خبرات الكبيره طبعا كابتن فريق النادي الاهلي انت عارف يا كابتن اسلام، يعني لحظات بسيطه جدا بتفرح وطبعا بتطلع اللي عندك، لكن الصفحه بتغلق تماما وبتبقى في دوافع جديده برغبه متجدده لبطوله الدوري العام، البطوله الحقيقه المحببه جدا لكل جمهور النادي الاهلي. عشان كده اقدر اقول لك ان يمكن مستر كولر النهارده في بدايه المران جمع اللعيبه كلها اشاد بيهم وحياهم على ادائهم المميز جدا وعلى روحهم الكبيره وعلى اصرارهم. كمان مستر كولر حقيقه يعني كل التحيه ليه لادارته الفنيه الممتازه جدا وقراءته للمباراه، الراجل يمكن وزع المباراه بشكل كبير جدا، تغييراته كان موفق فيها، الراجل على طول بيحاول ان هو بيقيم يا كابتن اسلام في التدريب، القياسات بيكون ليها دور كبير جدا، المعد النفسي كمان احمد ابو الوفا اللي يمكن قام بدور كبير مع حسين الشحات، وده امر مهم لابد ان احنا ناكد عليه، لان الظروف الحقيقه ما بيكون فيها لعيب كوره
ويمكن عنده حاله وفاه والاب بيكون يعني متوفي بمحتاجة مجهود كبير جدا. مهما كان المدرب ومهما كان قيمه الكابتن سعد ابو الحفيظ طبعا كمدير الكرة، لكن انت عارف المعد النفسي بيكون ليه بعض الامور اللي بيتكلم فيها هيئه بشكل كبير جدا. عشان كده ربنا وفق حسين الحقيقه وادى اداء مميز مع كل المجموعه، عشان كده بنامل الاداء الكبير جدا اللي بنشوفه مع فريق النادي الاهلي يستمر رغم اللود والضغط والتحامل الكبير جدا في المباريات وضغط المباريات، لكن هو ده قدر النادي الاهلي. النهارده اقدر اقول لك تدريبه يعني 60 دقيقه كل المجموعه طبعا اللي شاركت ريحت طبعا بشكل كبير جدا على ان تكون متواجده غدا في تدريب قوي لفريق النادي الاهلي. والمجموعه الاخرى الحقيقه خدت جرعه تدريبيه يعني حتى هذه اللحظه خلاص فاضل اقل من 10 دقائق يا كابتن اسلام. الراجل بيحاول ان هو يدي جرعه تدريبيه كامله لكل المجموعه اللي ما شاركتش، بيحاول يعمل طبعا بعض الفقرات البدنيه، بينهي طبعا التدريب بتقسيم. الراجل بيحاول على طول كل المجموعه تكون في مود التقسيمات في مود المباريات، اللي انت عارف طبعا المشاركات كل عايز يشارك كابتن اسلام، الكل عايز يشارك، عبد الرحمن يكون له دور، لكن القيمه الكبيره جدا للنادي الاهلي ان اي حد يكون متواجد يؤدي اللي موجود بره بقلبه. ودي الحقيقه اللي احنا شفناها، شفنا فرحه ياسر ابراهيم، شفنا كل اللعيبه اللي ما بتشاركش. عشان كده بنقول النادي الاهلي قيمته كبيره جدا وجمهور النادي الاهلي قيمته اكبر. عشان كده بنامل في كل المباريات جمهور النادي اللي يكون متواجد بكثافه، اي بطوله النادي الاهلي يشاركها بقيمه الجمهور الكبيره وبالحماس الكبير وبالاصرار المعهود عن فريق النادي الاهلي نقدر نتخطى كل الصعاب. يا رب يحافظ على اللعيبه، الامور طيبه جدا الحمد لله، طمنا على كل اللعيبه، مفيش حد بيشكي من اي حاجه. ماتش امبارح كان فيه بعض طبعا التدخلات، لكن يبقى متولي ان شاء الله اللي بنامل يكون بيشارك في تدريب الغد وبعد غد ان شاء الله، وعلى امل نشوفه بمشيئه الله في مباراه المحله المقرر ليها ان شاء الله في الجوله 23 من بطوله الدوري العام. مباراه مهمه وصعبه جدا، لكن مفيش حاجه صعبه على النادي الاهلي بمشيئه الله. طبعا يعني يا كابتن ان هو يبقى الماتش بالقوه دي امبارح وتمرين النهارده، الراجل مش عايز يريح، الراجل مركز جدا على ان هو يبقى بكامل قوته في الماتشات اللي جايه، وما ريحش اللعيبه ولا يوم، خلاص داخل على طول في مود الدوري على طول. المباراه الاخرى دائما ما تكون مثل هذه الامور اللي بتودينا من المباراه الاخرى كريم، لكن برضو يعني برضو الناس عايزه تطمن على كل اللاعبين، هل هناك اي امور خاصه باصابات باستثناء طبعا محمود متولي؟ لكن يعني الحمد لله والشكر لله لاول مره من زمان قوي اللعيبه كلها طلعت امبارح، الحمد لله الحمد لله، ربنا يعني نمسك الخشب، ما فيش اي حد مصاب ولا حاجه الحمد لله. كابتن اسلام يعني كنا شايلين هم الحوار ده، لان انت عارف يعني في لعيبه شاركت في المنتخب الوطني، وايضا كمان لاعبينا المحترفين شاركوا بحمل بدني كبير جدا مع الحماس الكبير، ومع 90 دقيقه كان فيها قوه والتحامات وسرعه. فحبينا نطمن من الجهاز الطبي كالعاده طبعا، من رئيس الجهاز الطبي دكتور احمد ابو عبله، الكل الحمد لله سليم، الكل ما بيشكيش من اي حاجه. التضحيات كانت مهمه جدا امس، عشان كده بنقول يعني بقى يا رب ان شاء الله يحافظ على لعيبه النادي الاهلي، يتبقى لنا متولي، بنامل في مره نخش المباراه بالسكواد كامل. لكن يعني يمكن هي تلاحق المباراه الكبير جدا اللي بنشوفه في المباريات وفي بطوله الدوري العام وفي البطوله الافريقيه، ده اللي بيخلينا نفقد عدد من اللاعبين. لكن ان شاء الله باذن الله كل لعيبه النادي الاهلي ربنا يحافظ عليها. مباراه المحله مباراه مهمه جدا ان شاء الله باذن الله، يستمر التركيز، يستمر مستر كولر في قراءته الفنيه والجهاز الفني الحقيقه المتكامل، ياسين المكاري اللي بيقوم بدور مميز جدا، هارالد ايضا كمان المدرب العام كابتن سامي قمصان، الكل الحقيقه بيجتهد، عشان كده النجاح بينسب للكل. يا رب ان شاء الله على طول النادي الاهلي يفرح الشعب المصري بالكامل في كل البطولات، بطوله الدوري العام والبطوله الافريقيه، وايضا كمان بنامل ان شاء الله مباراه السوبر باذن الله نتخطى مباراه بيراميدز ولا كل حدث الحديث بمشيئه الله. كابتن اسلام زميلي العزيز عبد الرحمن ناجي، شكرا يا كريم، تغطيه جميله. معلش يا عبد الرحمن، قبل ما نشكر كريم اخيرا يعني، لان ناس كثيره بعت لي دلوقتي، واحمد عبد القادر موجود في التمرين مش كده؟ موجودة يا كابتن اسلام، يعني حضر المحاضره اللي يمكن مستر كولر اكدنا عليها في البدايه، اتكلم مع اللعيبه، ويمكن طبعا القرار الخاص بمجلس اداره النادي الاهلي والكوره وايضا كمان الكابتن سعيد عبد الحفيظ كان قرار مهم جدا، هي رساله مهمه جدا للنادي الاهلي قيمته كبيره. خلاص يمكن عبد القادر لابد ان هو طبعا يتقبل هذه العقوبه ويستمر طبعا في تركيزه وفي تدريباته، والفرصه من جديد تعود ليه باشاره طبعا من مستر كولر. الراجل هو يدي الحق لاصحابه، الراجل لما بيلاقي لعيب بيجتهد بيديله، لعيب مقصر بيقعده بره مهما كانت قيمته الفنيه ومهما كانت اسمه الكبير جدا. عشان كده دي رساله مهمه جدا للكل الحقيقه، وليس لعبد القادر فقط، النادي الاهلي قيمته كبيره جدا، مبادئ وقيم ماشيين عليها بقالنا سنين، فيا رب ان شاء الله باذن الله تكون رساله بسيطه جدا للي احمد عبد القادر ويعود من جديد للتالق مع فريق النادي الاهلي. ده مهم جدا، لانه انا الحقيقه جايلي مسجز كثيره جدا بتقول لي هذا الامر، ولكن من خلال زميلنا كريم احمد اللي هو متواجد جوه النادي الاهلي جوه استاد التتش، بيقول ان كابتن احمد عبد القادر. طب برضو بيقولوا لي بيرسي تاو، اخبار بيرسي تاو ايه؟ عفوا يا كابتن اسلام معلش، بيقولوا لي على بيرسي تاو برضو، هل بيرسي تاو حضر التمرين؟ الكل متواجد، لكن المجموعه كلها كابتن اسلام اللي شاركت في تام ريكفري طبعا وحاجات بسيطه جدا، لكن الكل متواجد. انت عارف طبعا بعد المباراه مستر كولر بيبقى حريص قوي ان هو يجمع اللعيبه
بعد المباراه على طول بيوم وبيدي اليوم اللي بعديه راحه، لكن مفيش وقت انت عارف المباراه يوم 5، فعشان كده النادي الاهلي مستمر في تدريباته. يا رب ان شاء الله يحافظ على لعبتنا والكل يبقى جاهز حتى موعد المباراه بمشيئه الله. تمام. شكرا يا كريم، تغطيه ممتازه كالعاده، متالق يعني كعادتك يا كريم الحقيقه يعني. شكرك عبد الرحمن، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لزميلنا كريم احمد على كل هذه المعلومات. وانا بس حبيت اسال، ان انا كل شويه مسج يا جماعه. انا هقول لك اللي حصل ايه يا كابتن، هو بيعمل ريكفري للعيبه اللي شاركوا امبارح، فمش كلهم بينزلوا الملعب، في ناس بتبقى في الجيم بتعمل ريكفري، فهو الناس بقى اللي في الملعب او الصحفيين اللي موجودين انت عارفهم اكيد ما شافوش ده وما شافوش ده، او ده كان جوه مطلع. بس انا حبيت ان انا اؤكد مش بهزر ولا بقول لا، بل نؤكد من خلال زميلنا كريم احمد اللي متواجد في الاستاد تيتش، وقال لنا كل هذه الاخبار زي ما حضراتكم شفتوا مره تانية. وزي ما عبد الرحمن قال، طبيعي جدا اللي بيلعب فوق 60 دقيقه او فوق 70 دقيقه ما بينزلش التمرين، ممكن يقعد يعمل ساونا جاكوزي، يعمل شويه تدليك بتاع ده، كان بيحصل وبيحصل وهيحصل بعد كده خلال الايام القادمه، ولكن احنا حبينا بس الريكفري او الاستشفاء عشان خاطر اللعيبه يستعيدوا نقفل بس هذا الامر والاجتهادات في هذا الامر. لاعب اخطا، اتعمل عليه عقوبه اداريه، الموضوع انتهى. نقطه ومن اول السطر موضوع انتهى، مش هنقعد نتكلم فيه ونقعد نقول اصله ما جاش اصله عمل، لا الموضوع مش كده خالص يا جماعه، الموضوع ابسط مما حضراتكم تتخيلوا. مره اخرى، مره ثانيه وثالثه وعشرة، هو لاعب اخطا خد عقابه، نقطه ومن اول السطر. ويظل ال 25 ولا ال 30 لاعب اللي موجودين، النادي الاهلي محتاج كل اللاعبين خلال الفتره اللي جايه، عندنا بطوله افريقيه، اصبح النادي الاهلي هو الممثل الوحيد لمصر في دوري ابطال افريقيا بعد خروج النادي الزمالك من هذه البطوله، وبالتالي اصبح النادي الاهلي هو ممثل مصر الوحيد. عندنا مباراه نهائي كاس مصر ان شاء الله يوم 10 ابريل، عندنا مباريات الدوري، عندنا مباراه يوم الاربعاء القادم في الدوري العام المصري، بتلعب الكاس الجديد، عندك مباريات كثيره جدا خلال الفتره القادمه. خلونا نشوف ايه اللي هيحصل. كان مهم جدا ان احنا نقفل هذا الامر يا عبد الرحمن. معاك طبعا يا كابتن، معاك طبعا. وهو خلاص الامر اساسا التجاوز، يعني هي نرفزت ملعب وخد عليها العقوبه، فخلاص الموضوع اتقفل والامر متروك بالكامل للمدير الفني بعد خلاص ما طبقت عليه العقوبه. عايز اسالك سؤال بالمناسبه، احنا كنا بنلعب بالفار، تقنيه الفار خلال الفتره اللي فاتت، ايه اللي حصل؟ يعني لانه انا مستغرب جدا مما يحدث في كره القدم. وليد العطار سافر اسبانيا كمان عشان يشوف موضوع الفار الجديد ده او الابديت بتاعه. الكل الحقيقه بيحاول، او كل اجهزه الدوله بتحاول ان هي تعمل كل شيء جيد علشان الرياضه في مصر تظهر بالشكل اللي ظهرت بيه امبارح مباراه الاهلي والهلال من خلال تواجد هذا العدد الكبير من الجماهير. اتحاد كرة القدم يستحق التحية خلال الفترة الأخيرة على أمور كثيرة جدا، منها المنتخب الأولمبي، المنتخب الأول، دورات الإيل اتعملت الحقيقة، ودكتور جمال محمد علي ودوره في هذه الدورات مع اتحاد كرة القدم، كل ده هنحييه عليكم. ولكن حضرتك جيت في الشيء الأهم والشيء الأصعب والشيء اللي الكل بينتظره والشيء اللي بيؤثر على نتائج المباريات، من ساعة ما تم تطبيقه بيؤثر بشدة على نتائج المباريات، او بيؤثر بشكل ايجابي على نتائج المباريات. حضرتك جاي تقول لنا دلوقتي انت هتلغي هذه التقنيه؟ حاجه غريبه جدا. ماتش المحل هيتلعب بفار ولا لا؟ ما حدش بيقول لنا. فين تكافؤ الفرص لما تبدا المسابقه بالفار وبسبب اخطاء الاتحاد الفار بيختفي؟ وبعدين نهائي الكاس اخطاء ماديه كمان، يعني هو تكلفه الفار، انت في مشاكل حاصله معاك في الامور الماديه فبتشيل الفار اللي هو اهم شيء في المنظومه دلوقتي طبعاً، لانه بيأثر على نتائج الماتشات حقيقي طبعا يعني. وبالتالي نهائي الكاس هيكون بفار ولا لا؟ ماتش المحل هيكون بفار ولا انا مش فاهم حاجه الحقيقه. وبتتكلم في ثلاث اربع ماتشات مهمه جدا، يعني انت بتتكلم في نهائي الكاس وماتشين في الدوري مهمين جدا جدا على انك تعمل فارق كويس للفرقه دي وتريحها، لانك هتلعب بطوله افريقيا وبعديها السوبر الافريقي، يعني مظبوط دوري السوبر الافريقي، فبالتالي انت عايز على الاقل تاخد مسافة حلوة في الدوري في ماتشاتك وتخلص الكاس. أسئلة كثيرة أو سؤالين، مباراة المحلة هتلعب بفار ولا لأ؟ نهائي الكاس هيلعب بفار ولا لأ؟ حد يطلع يجاوب لنا على هذه الأسئلة؟ موضوع بسيط يا يا لأ عشان نقدر نتكلم. وبعدين أنا عندي تساؤل تاني يا كابتن، هل المشكلة في تطوير تقنية الفار ولا الشركة سحبت الفار منك نفسه؟ ما أنا برضو مش عارف، هو بيقولوا إن أنا في النهاية اللي أنا عارفه إن رابطة الأندية اتفقت مع اتحاد كرة القدم قبل بداية الموسم على تحصيل فلوس من الانديه علشان دي الدفع بالفعل، ده في الانديه دفعوا بالفعل فلوس الفار.
وحسبوها وقدروها والانديه دفعت، كل الانديه الحقيقه. طب دلوقتي لما الفار يختفي ده لمصلحه مين؟ مصلحه مين اللي بيحصل؟ انا محتاج افهم ومحتاج اعرف هو لماذا مباراه المحل. انا عندي مباراه كمان يومين، النهارده الحد، اثنين ثلاث الماتش الاربع، مباراه يوم الاربع دي هيبقى فيها فار ولا ما فيهاش فار؟ كله متوقف بقى على احنا نشوف هو بيقال. احنا سمعنا يعني من فتره كده ان الاستاذ وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكره راح سافر اسبانيا علشان يتفق على تطوير تقنيه الفيديو اللي هي الفار يعني، واننا الموسم ده هنشوف تطوير مختلف كمان. خلي بالك كابتن في نقطه، اتفضل. الفار اللي عندنا ده نزل له 5 ابديت، المعلومه دي انا واثق منها ومتاكد منها 100% يعني. يعني احنا في دول في شمال افريقيا واصله للفيرجن بتاع البريمير ليج، واحنا لسه في من 5 فيرجن فاتوا. يعني دلوقتي انت شفت في كاس العالم في قطر تقنيه الفار بتحسب صباع الرجل عدى ولا لا؟ صحيح. احنا هنا لسه في اول فيرجن اللي هو برضو مش 100%، مش 100% يعني. انت بتبقى ومع ذلك الانديه راضيه واحنا ماشي او احسن مما فيش، تيجي انت تروح قطعه خالص كده يعني. انا الحقيقه كل ما باجي اقول ان انا النهارده يا جماعه هطلع اتكلم بشكل ايجابي عن اتحاد كره القدم والامور الايجابيه اللي عملها الاتحاد، لان هو يستحقه الحقيقه فيما حدث مع المنتخب الاولمبي وفيما حدث مع المنتخب الاول والشغل اللي عاملينه حاجه رائعه جدا، والمطالبه بالجماهير النهارده برضه في نهائي الكاس. برافو عليك، نقط مهمه، كل دي نقط مهمه. ولكن انا بس محتاج اعرف انا هلعب مباراه يوم الاربعاء بالفار ولا لا؟ انا ماليش دعوه، انا هتكلم عن نفسي كنادي اهلي، هلعب مباراه يوم الاربعاء بالفار ولا لا؟ حد يطلع يقول لنا يا اه يا لا، حد يطلع يجاوبنا علشان نقدر نشوف هنعمل ايه، هنقدر نتكلم ازاي. احنا بننتظر الاجابه. وهل طقم الحكام الاجنبي اللي هيجي يدير المباراه دي، هم بيعلنوا برضو ان في طقم حكام اجنبي إيه؟ اللي هو بيراميدز. لا مباراه بيراميدز ده قصه ثانيه. هل طقم الحكام ده هيبقى، ما هو في حكم فار معاهم المفروض، حكم اجنبي للفار معاهم، الراجل ده مش هنجيبه بقى ولا هنعمل ايه؟ ما هو دي الاسئله اللي احنا عايزين نسال عليها او بنسالها ونحتاج الى اجابات. سننتظر الى الايام او سننتظر بكره بالكثير يعني علشان الناس تجاوب لنا على هذا السؤال، هل النادي الاهلي هيلعب مباراه يوم الاربعاء بالفار ولا لا؟ طيب هل مباراه بيراميدز هتلعب بالفار ولا لا؟ ده هنشوف. وبيتقال ان في طاقم تحكيم اجنبي زي ما عبد الرحمن قال، هننتظر ايه اللي هيكون في هذا الامر، وخلينا نشوف ايه اللي هيحصل خلال الايام القادمه. طولنا على حضراتكم في هذه المقدمه، ولكن مقدمه كانت دائما تستحق، لانه جمهور النادي الاهلي يستحق مننا كل شيء جيد، لان الحقيقه حتى في الجماهير، الجماهير الانديه مقامات، جماهير الأندية مقامات، وجمهور النادي الأهلي مقامه دائما هو الأعلى في المقام الأول شيء. المقام الأول في كل شيء والأعلى في كل شيء. وزي ما بدأنا تحيتنا أو زي ما بدأنا حلقتنا بتحية للجمهور، بننهي هذه الفقرة دائما بتحية كبيرة جدا جدا لجمهور النادي الأهلي اللي دائما في ظهر نادي في كل شيء، ودائما جمهور النادي الأهلي هو الأساس وهو الداعم وهو السند في كل شيء. شكرا جزيلا لحضراتكم على هذه الملحمة التاريخية اللي حصلت امبارح من الجماهير، ان انت تكسب الهلال وجهة نظري انه امر عادي، ان تكسب الهلال في القاهرة امر عادي، فبالتالي ما حدث من ملحمة تاريخية بنشكركم عليها جدا جدا جدا، وعلى بث الحماس في كل اللاعبين. وان شاء الله دايما الفقره اللي جايه او دايما الفتره اللي جايه يكون فيها جمهور النادي الاهلي واقف في ظهر نادي، وكل جمهور جماهير الانديه في مصر تقف ورا انديتها، لان كره القدم بدون جماهير لا تسوى اي شيء. خلينا ناخد ونطلع فاصل يا عبد الرحمن. نطلع فاصل بقى ونستقبل ضيوفنا في الفقره اللي جايه، الفقره الحواريه، كابتن ماهر همام والكابتن محمد حشيش نجوم النادي الاهلي هيبقوا معانا ان شاء الله في الفقره اللي جايه. نطلع فاصل صغير ونتواصل مع حضراتكم مره اخرى. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، النجم الكبير كابتن ماهر همام. ازيك كابتن ماهر؟ تشرف ومنور. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب. ايضا النجم الكبير كابتن محمد حشيش، مشرف ومنور وكل سنه وحضرتك طيب. كابتن اسلام ازيك؟ الحمد لله تمام، كله تمام الحمد لله. كل سنه وحضراتكم طيبين يا كابتن. طيب الرحمن منورين شاشه كابتن. ازيك يا حبيبي، اخبارك ايه؟ كويس الحمد لله بخير يا كابتن، ربنا يخليك. هبدا من عندك كابتن. امبارح غير الجمهور وغير الكلام اللي اثر على اداء اللعيبه في الملعب ده، لكن شفنا تنظيم من مستر كولر في الخطوط كلها امبارح متميز جدا جدا جدا. شفنا ترابط بين الخطوط، شفنا حاجات كده المعتاد بتاع مستر كولر، الاثنين ديفندرات وقفشه قدامهم، الحاجات دي كلها شفتها ازاي بقى من وجهه نظرك المدافع بتاع النادي الاهلي القديم الحلو ده؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم. تحكي لنا على بس لما نيجي الجون كهربا لما نتكلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كل سنه وانتم طيبين، والف مبروك للنادي الاهلي امبارح، فوز غالي بالنسبه لنا، ديربي وادي النيل يا اسلام طبعا. عبد الرحمن الاهلي قدر يتفوق على الديربي ده على الهلال السوداني طبعا ب3 اهداف، شفناهم امبارح من اجمل ال3 اهداف. قبل ما نتكلم على الجانب الفني عايزين كمان ندي حق الجماهير بصراحه يا جماعه طبعا. اللي امبارح
يعني جمهور النادي الاهلي ده عظيم، كل مدى بيثبت لنا ان هو فعلا مش رقم واحد، ده رقم واحد وواحد ومؤثر بشكل كبير جدا على معظم بطولات النادي الاهلي العظيمه. ولما اقعد كده اسلام افتكر جماهيرنا زمان يا حشيش في الهتافات و ما كانوش بفكر وثقافه جده بيتطوروا. كابتن والله يا حشيش يا عبد الرحمن بصراحه يا اسلام في تطوير بشكل كبير جدا في التنظيم في الدخول. طبعا واضح كان الاسره الاهلاويه امبارح موجوده، الاب والام والولاد موجودين، العائلات راحت فطرت في الاستاد صح بشكل جميل جدا، والهتافات اللي بيغنوها وبيهتفوا بيها والتشجيع المتواصل للعبت النادي الاهلي. وانت عم تتفرج كده يا اسلام يا عبد الرحمن جسمك اشعر، عايز تنزل تلعب بصراحه. يعني شكل الاستاد والتنظيم والدخول وحشنا من فتره طويله يعني. فجماهير النادي الاهلي العظيمه مهما هنتكلم عليها ليها فضل بعد ربنا سبحانه وتعالى على تاريخنا وتاريخ الاجيال اللي قبلنا واللي بعدينا، وحتى كمان على اللعيبه الموجودين حاليا. التنظيم الاستراتيجيه اللي لعب بيه سؤالك يا عبد الرحمن كان واضح جدا طبعا ان مستر كولر اولا هو استفاد باللعيبه المحترفين واللعيبه الدوليين من منتخب مصر لما راحوا السبعه مع مستر فيتوريا وعملوا لنا مباراتين ملاوي على اعلى مستوى. وطبعا لعبتنا المحترفين اذا كان بيت ستاو او معلول او ديانج المؤثرين حتى كمان مع بلادهم في حته الفوز، لما اطمن عليهم الراجل طبعا بدا يتكلم على الاستراتيجيه ان هو يهمه انه يكسب هذه المباراه، ان هو ازاي يختار التشكيله الامثل لهذه المباراه، ازاي يختار طريقه اللعب كمان اللي تناسب هذه المباراه. عايز اقول لك احنا مباراه القطن الكاميروني كان واضح ثبات التشكيل اثر بشكل كبير جدا على اداء النادي الاهلي. الثبات اللي كان عليه الثلاث خطوط والتفاهم والتجانس اللي كان في مباراه القطن الكاميروني اثر بشكل كبير جدا على مباراه الهلال، يعني تقدر تقول نفس التشكيله او قريبه بنسبه. هو الحاجه الوحيده اللي بيغير فيها مستر كولر يا هيلعب بثلاثه في نص الملعب لما بيحب يزود حمدي وديانج وبتاع مع عمرو السولية او مروان عطيه، او يلعب باثنين وقدامهم قفشه او قدامهم بلاي ميكر. امبارح هو طبعا عايز يكسب وعايز يلعب. انا قلت مثلا احنا انا تفكير انا جابني ان احنا ما مش عايزين نخش فينا جون فهيلعب بثلاث ديفندرات، لقيته لا ده لاعب لقدام اكتر. حتى التغييره لما نزل حمدي نازل يلعب لقدام برضه. وهو قرا كمان الهلال السوداني، ودي ميزه برضك مستر كولر وجهازه الفني انه بيقرا الخصم، اتفرج عليه مره واثنين وثلاثه وبيبدا يشوف نقط الضعف اللي موجوده يقدر يستغلها ازاي، الحاجات الايجابيه اللي كانت موجوده عندهم خط الهجوم السرعات، وازاي التمركز بتاع علي معلول التمركز بتاع هاني يكون جيد ما بيحصلش ثغره من خلالهم ويقدروا يستغلوها. تقارب خطوط زي ما انت قلت عبد الرحمن، تقارب خطوط كانت باينه قوي واضحه قوي. وبعدين عايز اقول لك بلغه الكوره طول ما انت بتدافع صح احنا عندنا الملكه وعندنا من اللعيبه الموهوبين اللي نقدر نجيب جول في اي وقت، وده اللي حصل. ان احنا الحمد لله اربع مين كهربا، طبعا انا كنت لسه بتكلم مع اسلام قبل الهوا، كهربا جاب جول يا جماعه فعلا من الاجوال اللي تدرس، يعني بيشبهنا بجوال الكابتن محمود الخطيب زمان. وقفته يا اسلام يا عبد الرحمن، وقفته مش واقف بظهره، واقف بجنبه. وبعدين سبحان الله الكره اتلعبت له من عبد القادر، عمل امتصاص بترقيصه يعني في الهوا وهو بيلمها، لمها بترقيصة المدافع لغايه لما، عشان مهم جدا ان يبقى حضرتك بتشرح للجمهور. كابتن حشيش برضو اخد رايك في المباراه امبارح، لانه مباراه صعبه بكل المقاييس وفيها مراحل معينه تخلينا نقدر نكسب او عرفنا ان احنا هنكسب هذه المباراه. طبعا في البدايه طبعا ببارك للجمهور النادي الاهلي ومجلس اداره واللعيبه طبعا على الفوز الكبير وتخطي الظروف اللي احنا كنا موجودين فيها. ممكن انا كنت معاك يا كابتن اسلام من فتره كبيره، يمكن قبل الماتش بتاع القطن الكاميروني وبعد ماتش سان داونز، وكنا لا نملك وقتها غير الدعم، وقلنا الكره فيها حاجات كتيره جدا برغم صعوبه الموقف طبعا بتاع النادي الاهلي والنتائج والموقف اللي احنا حطينا نفسنا فيه. انما الحقيقه اللعيبه كانت على قد المسؤوليه وقدرت تجتاز الاختبارات الصعبه، ماتش القطن الكاميروني وبعد كده طبعا الماتش الاخير ده مهم جدا جدا، ضغط صعب جدا جدا. يعني الكوره اصعب حاجه ان ما كنتش في رجل اللعيبه، يعني كانت باقدام ناس تانية، ورجع لك التوفيق تاني ان انت ممكن تخش وتقدر تصعد.
ماتش كان عليه ضغوطات كبيره جدا نتيجه للظروف دي، جمهور كبير جدا، ممكن في بعض اللعيبه ما كانتش متعوده على الجمهور الكبير ده، كان ممكن ياثر عليهم، ممكن ياثر عليهم تاثير سلبي. انما انا عايز اتكلم في جزئيه ثانيه، ولازم يعني الناس كلها اتكلمت على الجمهور ويعني استفادت في الموضوع ده، بس انا عايز اقول ان انا امبارح حسيت ان الماتش ده رجعنا للزمن الجميل. الزمن الجميل مش من حيث الاداء او الكوره لا او المكسب، من حيث التواجد الجماهيري او العنصر الجماهيري في الاستاد اللي هو غايب عننا بقاله يعني فترات كبيره. وقد ايه انا امبارح حسيت ان النادي الاهلي اكتر نادي اتضر او اتظلم من عدم وجود العنصر الاساسي اللي بيقوي النادي الاهلي واللي هو داعم للنادي الاهلي وهو الجمهور. وانس ان الناس سمحت لاعداد انها تخش وشو الاستاد كله مليان، واعتقد ان في قد دولت كمان كانوا عايزين يروحوا. يعني من ضمن هذه الامور ان احنا كنا تعرضنا في بعض الاوقات ان الكره بتخش في حاجات تانية خلال الفتره الحقيقه، لكن امبارح جمهور الاهلي اثبت صحيح بما لا يدع مجالا للشك ان كره القدم بدون جمهور لا تسوى اي شيء. اولا صحيح. ثانيا رجعونا الايام قديمه جدا ان احنا مبسوطين بالتشجيع بشكل التشجيع طبعا. انت حاسس اللي هو ايه ولا هو الاهلي اهو يعني الحاجات اسلام انت حاسس ان الشكل ده هو اللي انت متعود عليه زمان اللي في الذاكره، هو ده شكل الكوره، هو ده شكل فرقه النادي الاهلي، هو ده شكل المباريات. انت تخيل انت المباراه بتاعت امبارح دي لو على قديمه بقى من غير جمهور كانت عامله ازاي؟ ده جمهور طبعا اكتر من الاهلي. النتيجه بتاعت ربنا، بس انا بقول ان الجمهور ده له دخل برضه، لكن ما كانش هيبقى بالمنظر ده، ما كانش هيبقى بالشكل ده. ده وبعدين عايز اقول لك حاجه، برغم يعني انا هشيد برضه بسلوك الجماهير، برغم ان في قبل المباراه دي بفتره كبيره ناس كانت عايزه تاخدنا وتاخد الجمهور في سكه ثانيه خالص. لا جمهور الاهلي واعي جدا، انما جمهور يعني الشباب الكتير اللي كانوا موجودين، الشباب الصغير كان على قد المسؤوليه والثقافه انه ما يروحش. هرجع للنقطه بتاعت كابتن ماهر هنا، الجمهور بيتطور، ما بيندركش دلوقتي وما بيتخذش في الخناقات اللي بره الملعب دي، لا ده جمهور الاهلي واعي جدا. راحوا الاستاد بهدف معين يا كابتن والهدف اتحقق فعلا. انا هقول حاجه برضو صغيره مع مش وقتها بس لازم اقولها، يعني انا بتخيل ان جمهور النادي الاهلي ده ان احنا ضاع مننا فرصه السنه اللي فاتت في النهائي بسبب موقف طبعًا. الناس كلها عارفاه وضيعوا من ايدينا بالظبط كده، ضيعوا من ايدينا فرصه ان انت كان ممكن تنظم المباراه النهائيه وتبقى على ارضك زي امبارح. الجمهور ده كان كده كانت هتبقى النتيجه كده حاجه تانيه خالص، يعني غض النظر كان هيبقى حرمتني من فرصه، حرمتني من عنصر اساسي بالنسبه لي. المغرب الحقيقه استغلوا هذه الفرصه واشتغلوا عليه وعملوا مباراه نهائيه بشكل رائع. ده كابتن محمد حشيش بيقوله طبعا يا كابتن، وجود الجمهور رائع وكل حاجه، ولكن في النهايه انا كان نفسي اشوف المنظر ده في انت حرمتني منه بحركات نص الكم يعني الدرج بقى في الدرج بقى طول عمرنا حشيش كمان طول عمرنا اسلام جمهورنا بيدينا دروس بصراحه، يعني وبيدي دروس للكره المصريه بشكل كبير. ونتمنى ان احنا الدرس بتاع امبارح ده يبدا بقى يتعمم عامه على الكره المصريه بصراحه، يعني انه دي البدايه اعتقد البدايه وجود صحيح. جماهير كبيره جدا في كل المباريات بقى، ماتش الاسماعيلي ومحله مثلا تجد في استاد المحله هتجد مثلا لو استاد المحله ده فيه 30,000 15 انت قلت فرقه كابتن اكتر فرقه متاثره بعدم وجود الجماهير نادي الاسماعيلي طبعا متاثر بشكل رهيب لانه هو متعود على اجواء فما بالك بقى النادي الاهلي، انت بتوع على الاسماعيلي وبالك بقى النادي الاهلي اللي هو اكبر جمهور طبعا في مصر واكبر شعبيه، وتشافين الجمهور عمل ازاي يا جماعه. لا بيأثر وبيأثر بشكل كبير جدا. حرام ان اللعيبه دي مهما بلغت من مهارات واستعداد، انما الجمهور حاجه ثانيه خالص، دافع ثاني، قصه ثانيه، شكل ثاني للمباراه كره القدم. حتى وانت قاعد في التلفزيون بتتفرج صح. انت حاسس باجواء ثانيه خالص. امبارح وانت قاعد بتتفرج غير ماتشات مره ثانيه. والله انا خايف اقولها لا ترجع ثاني. لا مش هترجع ان شاء الله خلاص. كابتن ماهر انت كنت بتشرح لنا هدف كهربا ده مهم جدا اصلا. يعني هدف من الاهداف الجميله، يعني بيفكرنا كده بجيلنا، يمكن كابتن محمود الخطيب كان عنده الحاجات اللي هي اللي على الهوا دي. ده كنت قلت لي حاجه ان هو بيوقف قدام الوقفه يا اسلام الوقفه، يعني وقفه كهربا. يعني انا زمان لعبت ضد نوتنجهام فورست، كان فرانسيس ده متباع ب 75,000 استرليني. طول المباراه واقف لي بجنب مش مديك وشه خالص، مش مديني ظهره خالص، حسب الكوره حسب الشريحه. الكوره هنا تلاقيه واقف عامل كده، الكرة الناحية دي تلاقيه كده.
وعاملك انت كمحطه يعني يمسك وينزل يبطن وبعدين يا اما يطلع من جنبك ناحيه اليمين او جنبك ناحيه الشمال هتبقى اسهل له في الترم طوال المباراه طبعا. فامبارح كهربا لقيت الوقفه سبحان الله يعني وقفت يعني وقفت لعيب كبير هداف كبير حلو قوي محترف على اعلى مستوى واقف بالراجل بالجنب وبعدين الامتصاص في الهواء بترقيصه دي صعبه جدا يا اسلام انت عايز تروح في الهواء الباص جاي لك فوق رؤوسه وهو المدافع صحيح. فوق راسه فعايز تروح الاول تمتص عشان توقف صحيح. وبعدين تنزل رقص الراجل بقى ولا فوت هو عمل حاجتين في حاجه واحده امتصاص بترقيصه وبعدين الهدوء بقى الديلي بقى كمان في القرار الاخير ما شاتش على طول لعيب بقى يعني لعيب عنده خبره ولعيب عنده قلب ميت وبعدين الهدوء وبعدين اللب الجميل في وجود عيسى فوفانا حارس المرمى للهلال السوداني وهو طالع حطها له بليسنج بشكل جميل على فكره عيسى ده من جدا حراس جدا المرمى كويسين جدا 19 سنه يعني. حارس هايل يعني بصراحه يعني فبقول لك يا اسلام جول من الاجوال اللي تدرس يعني نقعد كده نتكلم عليه عايز حلقات حشيش ثبات انفعالي يا كابتن ماهر كمان لان كهربا مضيع قبلها طبعا. مثلا كورتين ثلاثه كان ممكن يخرجوه عن التركيز ويهزوه في وسط الجمهور الكبير ده في وسط اهميه كمان اهميه الماتش والنتيجه انك تضيع كذا كوره وتجيلك دي وتبقى بالهدوء ده على 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 كهربا لان كهربا من اللعيبه الناضجه اللعيبه اللي هي عندها نضج عندها عنده علاقه في الماتشات الجماهيريه غريبه جدا اسلام يعني انا ما كنتش قلقان في الحاجات اللي بيضاعها لكن انا عارف ان كهربا هيجي له واحده هيقدر خلصنا منه وده سبحان الله بعد السبع فرص للنادي الاهلي في الشوط الاولاني تيجي الفرصه الثامنه لكهربا في الدقيقه 40 عشان يفتح لنا الجيم الجميل بهذا الشكل يعني هو كهربا في ميزه كمان من اللعيبه اللي في الجيل ده اللي حتى لما يرجع يلعب بجمهور هو لاعب استعراضي معظم اللعيبه الاستعراضيين يا كابتن مشكلتهم مع الجمهور اللي يقول لك ده فزلوك ده مش عارف بيضيع كتير لا كهربا من الناس اللي عندها عقليه ان انا شايف الجون ولعيب استعراضي بس مؤثر في الفرقه بالزبط. مش مجرد ان انا بستعرض وخلاص لا ده انا بستعرض وليا هدف ان انا اجيب جون فده لعيب اهم حاجه فيه في كهربا انه دايما اتجاهه رايح على الجون ايوه يعني دي ميزه يعني في بعض اللعيبه في نفس المركز بتحضر كتير للناس اللي جايه من تحت بتلعب على الجنب انما هو الوقفه اللي قال على هو همه كله الثلاث خشبات هو مش مدي يعني كل لعبه وجري كله رايح على الثلاث عايز يجيب جون يعني وبعدين المنطقه كمان حشيش المنطقه المؤثره اسلام ايوه شفنا حتى في الهاتريك اللي كان في القط الكاميروني تواجده في المنطقه اللي بتيجي فيها جوال يعني المنطقه اللي بيجي فيها جوال اللي هم المهاجمين المحترفين بالظبط ان هم ما بيخرجش صحيح. بين السكس يارده وبين ضربه الجزاء صحيح. ما بيخرجش من المنطقه دي يعني ما بتشوفش كهربا يروح رايح لك على الرايه طبعا. او الرايه ديت او ينزل كتير لا هو عارف الخطر فين طيب. وعارف طبعا امكانيات لعيبته كمان اللي هم هيساعدوه يعني هو مثلا لما بيروح عارف ان عبد القادر بيحب الحاجات الصغيره بيفوت وبعدين يعمل له الباسنج اللي فيه الوان تو عارف ان بيت ستاو بيحب يعمل له الحاجات اللي فيها خلق مساحه فهو كمان بخبره كهربا قاري اللعيبه اللي حواليه صحيح قاري فكرهم وقاري وفاهم هم هيلعبوا له الكره ازاي ودي ميزه بقى اللعيب اللي عنده خبره واللعيب المميز في المكان ده فكهربا بصراحه من اللعيبه اللي فعلا انا بحيي مستر كولر انه قدر يوظف لنا كهربا في الوقت اللي احنا فعلا كنا بنشتكي من المكان ده يعني احنا ما عندناش راس حربه ان رؤساء الحربه اللي موجودين مع احترامي ليهم طبعا هم لعيبه كويسه لكن بعيد عن الثلاث خشبات كهربا قدر يفيد الراجل بشكل كبير جدا في المكان ده ويعني كان عنده حسن ظنه فعلا هو من اللعيبه اللي بتعرف تلعب تحت ضغط انا بحس ان مستر كولر على فكره هو عامل روتيشن في حته الفيرود دي كويس قوي يعني بيلعب كذا حد محمد شريف بيلعب وكهربا بيلعب وساعات لعيبه ثانيه كمان بتلعب في مركز الفيرود ده لكن هو الماتشات اللي فيها ضغط سواء ضغط جماهيري او ضغط حتى في اللعب ضغط الفرق اللي بتلعب مان تو مان والفرق اللي عندها سرعات والكلام ده بحس ان اختيار مستر كولر لكهربا لانه لعيب بيجيد اللعب تحت ضغط هو كمان عبد الرحمن مفيش اكتر من كهربا الفتره اللي فات عليه ضغط بالظبط يعني صح يعني سيبك الضغط الجماهيري الحاله اللي هو فيها دي كفايه الضغط الشخصي اللي عليه هو جعان كوره من السوشيال ميديا ومن القصه اللي عنده والمواضيع دي والفلوس دي ده كفايه دي بتجيب انهيار عصبي يعني هو مش في دماغه واخد بالك اسلام هو مش في دماغه هو الفيرود اللي هو شايل الكهرباء كل ده وبينزل يأدي دي في حد ذاتها هي دي الصعوبه بتاعته هو كله تركيزه بس الضغط الجماهيري هو لعب قبل كده قدام جماهير كتير سواء في المنتخب او في النادي الاهلي انما هو الضغط اللي عليه شخصيا عشان يثبت وجوده والموضوع
المشكله بتاعتك. 70 80000 جنيه بتبقى ما بتنامش لما يبقى عليك عزومه ما بتنامش. على رايك انت بتشقن على عزومه ولا لا؟ الحمد لله. طيب الناحيه الفنيه برضو يا كابتن ماهر يا كابتن حشيش مهمه جدا، يعني لما نلاقي رامي ربيعه ونلاقي محمد عبد المنعم في ظل ان انت كنت بتتكلم عن او الناس كانت بتتكلم عن رامي وياسر، او انا اسف ياسر وعبد المنعم، اعتقد ان ده برضو ثقه كبيره جدا وان اي حد موجود يقدر يلعب في هذا المكان. برضك يا اسلام دي استراتيجيه الراجل في يعني اختياره للتشكيله. انت النهارده عندك ما شاء الله عندك خبره في حراسه المرمى الشناوي، عندك خبره رامي في خط الظهر، عندك خبره في نص الملعب، عندك خبره في الشق الهجومي كهربا. فالنهارده احنا كنا بنطالب برامي، باحترامي طبعا لياسر، ياسر بردك من اللعيبه المميزين اثبتوا وجودهم بشكل كبير، بس احساسي انا في رامي في مباراه القطن ان رامي بتاع الماتشات دي، رامي بتاع الماتشات الصعبه، رامي بتاع الماتشات الكبيره، الكرات العاليه كمان بيقدر ياخدها افضل اطول بتاع بتساعده طبعا. وبعدين طبعًا كمان اسلام خد بالك من شويه كانوا جايبين صوره ليه وهو ناطط، في ميزه كمان اسلام احنا مفتقدينها، يعني ساعات الشناوي من 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 مكانه بيكلم الناس صحيح، لكن تحت الضغط الجماهيري بالشكل ده الصوت ما بيوصلش، فانت محتاج برضك قائد موجود كابتن يقدر يكلم الناس. نتفرج على رامي بيشاور ويكلم ويشد ويحرك، دي من ضمن الحاجات اللي احنا كنا مفتقدينها في قلبي الدفاع. رامي لعب رامي الجمعه من الخبرات. انا ليا راي بقى في ماتش امبارح، يعني ان كولر يعني بغض النظر عن بدايه الاختيارات بتاعته في التشكيل، هو الاجاده بتاعته هو في التغييرات. مظبوط، لان بصراحه امبارح التغييرات كانت مؤثره جدا. يعني التغيير بتاع الشحات، التغيير بتاع حمدي فتحي بالذات، الاثنين دول في التوقيت ده. وبعدين طب الشحات بيلعب ناحيه اليمين، طب انت هتعمل ايه؟ هتلعبه ناحيه الشمال؟ وطب بيرستاو بيلعب بالراجل بيلعب هيلعب ازاي؟ ماشي فاهم ازاي؟ التشكيله هتبقى ازاي؟ الوضع هيبقى ازاي؟ يعني الناس كانت مستغربه، الله طب هو هيطلع بيرستاو ولا هيطلع احمد عبد القادر؟ احمد عبد القادر غير موفق تماما امبارح، فطب يعني لما الشحات ابتدى يسخن طب هو هينزل مكان ده ولا ده؟ فطبعا الوضع الطبيعي انه غير احمد عبد القادر، طب هيوزنها ازاي؟ شحات يلعب ناحيه الشمال، فخلى في تحرر للشحات كمان مش ناحيه الشمال، شمال ثابت. ده كان شبه فرق يخش جوه لما الجول يعني حتى اللي جابه اول ما نزل جابه من ناحيه ناحيه اليمين مش ناحيه الشمال، قطع من ناحيه الشمال للعمق بالظبط حاجه يعني. فحته التحرر دي كمان حمدي فتحي برضو عمل جهد كبير، هو اختياراته الاثنين اللي في نص الملعب مروان عطيه، انا عايز اشيد بمروان عطيه جدا نجم المباراه امبارح صراحه. اختياره لمروان عطيه كبدايه هو وعمرو الصلاح، هو اختار اثنين بيعرفوا يلعبوا كوره حلو بالزبط. مش بس بيدافعوا حلو، لا اثنين كورتهم حلوه. ولما صحيح نزل حمدي فتحي، حمدي فتحي من بدايه من ماتش الزمالك تحسه بلاي ميكر مش ديفندر، يعني تحسه زي وانت كنت محتاج لواحد زي حمدي فتحي في الناحيه الدفاعيه، لان الهلال السوداني خلاص الملعب خلاص انت كسبان، النادي الاهلي كسبان، فهو ما قدموش الا لازم يهاجم فهيضغط عليك، وكان معلق ناس قدام بعكس البدايه بتاعته، كان بيرجع لغايه نص ملعبه يقف، لا ده ما بقاش كل يرجع بقى علق ناس على احتمال حاجه مرتده، لان هو كان بيلعب على هدف، هو هدف واحد بس يغير القصه دي كلها. فنزلت حمدي فتحي في التوقيت ده بالتحديد فرق جدا في الناحيه الدفاعيه والمنظومه الدفاعيه مع النادي الاهلي. وحاله حسين الشحاته كابتن كمان في حاله الوفاه اللي عنده لازم نقول ان الراجل ده يعني امبارح عنده اتزان نفسي هايل جدا. صحيح. بابا متوفي تقريبا من 48 ساعه قبل الماتش، فهو فعلا طبعا غير توفيق ربنا ليه ان هو نزل وجاب هدفين الحمد لله، بس هو فعلا عنده من الاتزان النفسي طبعًا اللي يخليه يأدي في الظروف اللي هو فيها دي بشكل رائع جدا. يعني التحرر عبد الرحمن بتاع حسين الشحاته اسلام من كاس العالم للانديه، احنا شايفين الكيرف يطلع بيه بشكل كبير جدا، وتحس ان حسين الشحات بدا يحصل تطوير بشكل كبير جدا من خلال ادائه، من خلال مهارته، من خلال الراجل بدا فعلا يشتغل معاه بشكل كبير. حشيش اتكلم على التحرر ودي ما كانتش موجوده، يعني التحرر لو الهجمه من حسين الشحات من ناحيه الشمال تلاقي كهربا راس حربه وتلاقي بيتس تاجو راس حربه، دي من النقط اللي مستر كولر اضافها للفرقه، اضافها بشكل كبير. نفس الكلام لو الهجمه من ناحيه بيتس تاجو تلاقي حسين الشحات موجود كراس حربه. كمان مروان عطيه بذكائه الهاف كروس ده اللي اتعمل في خلق مساحه ورا الباك، ده بياكد لك ان مروان كمان عنده من المميزات ان هو مش ديفندر بس، كمان عنده في الحاجات اللي هي
الباصات الطوليه بيجدها، العرضيه بيجدها. يعني من كابتن حسام غالي تقريبا ما شفناش اللعيبه اللي عندنا، احنا عندنا الثلاثه بيلعبوا كره حلوه يعني، سواء مروان عطيه او عمرو السولاي او حمدي فتحي او حتى ديانج كمان لما موجود، الاربعه كرتهم حلوه جدا. احنا كان بقالنا فتره متعودين على اللي هو واحد بيلعب ناشف جدا وبتاع. وفي حاجه عبد الرحمن برضه لازم نقولها، عشان برضه ما ايه يعني نشوه الانتصار ما تاخدناش كسباني مكسب كويس امبارح في ماتش كان صعب بالظروف اللي احنا قلناها، انما احنا داخلين على الاصعب طبعا اللي جاي، فاحنا عايزين نحس الفتره اللي جايه برضو ان في تصحيح لبعض الاخطاء اللي موجوده. لسه في بعض الاخطاء في المنظومه الدفاعيه لازم تتظبط، لسه عندك برضو مساله ضياع الاهداف، ممكن في مباريات تانية انت داخل على مباريات صعبه مع فرق خلاص بتصفي بقى ايه، خلاص المجموعات خلصت، انت دول خلاصه المجاميع اللي انت هتقابلها. لا انت هتقابل الاوائل، الاوائل كلها. فانت بتتكلم على ان الفرصه مش هتجيلك مره واثنين وثلاثه زي مباريات دوري المجموعات، فلازم حته استغلال الفرص. انت كمان هتلاقي ماتش رايح جاي من شمال افريقيا سواء الوداد او الرجاء او الترجي بالزبط. من الفرق اللي بتضيق مساحتها وبتعطل رتم اللعب وبتاع، فانت لازم تبقى عامل حسابك. وهترجع تاني لحته انك لازم تجيب احسن نتيجه عشان طبعا الماتش اللي بعد كده، غير ان المجاميع يعني بتبقى برضو طبعا بس خلي بالك النوك اوت مش كده ده الافضل، لكن خلي بالك الماتشات النوك اوت دي ان شاء الله النادي الاهلي يستطيع ان هو يؤدي فيها بشكل جيد، لانه انا يعني ما اعتقدش ان انت ممكن مثلا تكسب الترجي او الرجاء او الوداد تكسبه مثلا 4-5 عشان تبقى مستريح. لا ما بقاش يعني الكلام ده زمان زمان خلاص زمان مش مع يعني فاهم، لكن هي مباراه ممكن واحد ممكن اثنين وتنتظر ايه اللي هيحصل، وساعات ممكن تبقى تتعادل بره بس يا كابتن وتكسب هنا. احنا اقصد اسلام ايه، ان انت بتستغل الفرص اللي بتجيلك. خلي حضرتك يا كابتن من الجيل 2006 ما كنا متعادلين هنا مع الصفاقسي 1-1، خلاص الموضوع اتغير اصبح ان لا ما بقاش في هنا وهناك، ما بقاش في هنا وهناك. طبعا بتفرق طبعا، انت المجموعات كسبان القطن هناك يا كابتن طبعا. لا صح. بس القطن ما معلش يعني يعني القطن بس برضه حاله مستوى تاني، مستوى تاني. انت كنت في ماتش ضعيف، ماتش الترجي بره انت متعادل هنا وكسبان الترجي هناك، في ماتشات زي النجم الساحلي كسبان هنا. هو ده اللي انا قصدي اتكلم عليه بقى، ان انت ممكن تكون متعادل هنا ماتش صحيح. هو معلش مع احترامي كويس ان حضراتكم فتحتوا هذا الامر، لما اتغلبنا من سان داونز ورجعنا قناه النادي الاهلي وبرنامج البيت الكبير وحضراتكم دائمين التواجد، يعني كنا بنقول ان المركب في وسط البحر. يا جماعه كلنا نقف مع بعض، كلنا نمسك ايدين بعض، كلنا نقول ان اسلام غلطان لكن هنفضل واقفين في ظهر بعض. ولولا هذه المسانده وهذا الدعم من جمهور النادي الاهلي للاعبين، الحمد لله والشكر لله، تعرضنا لبعض الانتقادات طبيعي وبيحصل، وانا واحد من الناس اللي ما بتفرقش معايا هذا الكلام، لانه في الاخر انت بتشتغل على اسم كيان. دي الثقافه بتاع الكيان بقى اسلام، دي الثقافه بتاع الكيان، كيان بما فيه الجمهور، لان الجمهور جزء لا يتجزا عن الكيان ككل، عن اللعيبه ومجلس اداره. فهو دي هي دي الثقافه العامه للنادي الاهلي، انه داعم على طول في يعني احلك الظروف. هو كان حشيش دور اسلام من خلال لا مش دور يا كابتن، لكن انا بدعي الحمد لله قناه جزء الأهلي. من ضمن قناه الاهلي صراحه يعني ليها دور مع المنظومه ككل، يعني منظومه الاعلام الاهلاوي كلها، منظومه الاعلام الاهلاوي بما فيها المركز الاعلامي وقناه الاهلي كان ليها دور مهم جدا 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 في التوجيه برضه، توجيه الناس. مش عايزين نقول الناس عارفه، بس يعني المنظومه اشتغلت اسلام، بمعنى ان مجلس اداره اشتغل واخد بالك، كل الناس القناة كل الناس لجنه التخطيط، الجهاز الفني، اللاعبين، حتى الجماهير، يعني المنظومه ككل اشتغلت بصراحه عشان تنجح اليوم ده حقيقي، يعني حقيقه ربنا. انا بتكلم على البدايات، لان البدايات كانت صعبه بعد الهزيمه طبعا. احنا كمان في البدايات يا كابتن كنا في كاس، احنا عارف يا كابتن احنا لو كنا لعبنا ماتش القطن الاول لكن احنا كنا في كاس العالم، رجعنا كان اول ماتش لينا الهلال في السودان. صحيح لو انت لعبت ماتش القطن الاول وخدت الثلاث نقط زي ما حصل مع الهلال مثلا، كفرق اصعب. اصعب حاجه انك تعمل دعم وانت الكوره مش في ايدك، او القصه مش قرارك، انت مع ذلك بتعمل دعم. ضربه جزاء في ماتش سان داونز ممكن ناس تانيه ترمي الفوطه وتقول خلاص والدنيا خلاص وبتاع، لان الكوره مش بتاعتك انت خلاص مش بايديك. انا النهارده اصريت ان حضراتكم انتوا الاثنين تحديدا تبقوا موجودين، ليه؟ لانه حضراتكم كنتوا في الظروف الصعبه بالظبط، اللي هي ما بعد هزيمتنا من سان داونز، كنتوا حضراتكم متواجدين و تعرضتوا للكثير برضو من الانتقادات، ولكن في النهاية الحمد لله الجمهور لما شاف التوجهات اللي موجودة انه لازم كلنا نقف مع بعض وكلنا نحط ايدينا في ايدين بعض، الامور اتغيرت تماما، واصبح او احنا دايما الحقيقة بنضع الجمهور اساس لينا في كل شيء، وبالتالي
لما الجمهور بيتحرك وبيروح للمسانده والدعم اللي هو بيعملها دائما اعتقد الامور فرقت كتير جدا جدا. واحنا وانا الحقيقه معلش عشان دي مهمه جدا لما اتكلمت مع اللاعبين في الوقت ده فرق معاهم بنسبه مش عايز اقول اكتر من 90% مسانده ودعم الجمهور بعد الهزيمه. صحيح صحيح بالظبط خلي بال حضراتكم طبعا صح وهي اللي مديالهم القوه لغايه دلوقتي صح خصوصا بعد وجود الجمهور وتشجيعهم ليهم امبارح. فاكر اسلام الكلمه اللي قلتها لك في حلقه من الحلقات لما قلت لك بتبقى حاجه كويسه جدا جدا اللعيب لما يحس ان هو غلطان وفي أسوأ اللحظات ويلاقي منك كلمه كويسه وتدعيم صح. فاكر الكلمه دي صح. مهمه جدا بتغيره حاجه تانية خالص غير بقى ما تبتدي تبكت فيه وتقطع فيه وتعمل حق الجمهور حقه ولكن انما انتقد واعمل وادعم بس فكره البلس 90 او الزائد 90 بتاعه الماتشات دي موجوده حتى ثقافه عند الجمهور في مرحله المجموعات دي بالذات لان صحيح. انت طالما عندك امل لحد اخر ماتش انك تتاهل الجمهور زي ما بيبقى انت عندك امل تكسب في الدقيقه 90 وماتشات كتير حصل فيها كده برضو بيبقى في دعم من الجمهور في الحته بتاعه المجموعات دي عايز اقول لك في نقطه كمان مهمه قوي خصوصا بالنسبه لمؤسسه النادي الاهلي لما بيحصل اخفاق احنا بنشتغل اكتر صح بصراحه يعني ولما بننجح بنشتغل اكتر نعم فدي ميزه النادي الاهلي بصراحه يعني لما بيحصل اخفاق حشيش واحنا عشناها صحيح كلنا بنتماسك زي ما اسلام قال وعبد الرحمن بنتماسك من مجلس اداره من جهاز فني من لعيبه وبنقفل على نفسنا ايوه القفل على نفسنا دي فعلا بيبقى فيها صراحه بشكل كبير جدا طيب بتدينا طمانينه وطمانينه لجمهورنا ان فعلا النادي الاهلي راجع تاني وراجع بقوه اخد من حضراتكم كلمات اخيره لهذه للفريق الحقيقه واولا للجمهور طبعا لانه اللي احنا شفناه امبارح هذه الملحمه التاريخيه اللي احنا شفناه امبارح اعتقد ان شاء الله بتفتح الباب لما هو او لاحلى حاجه جايه ان شاء الله ان شاء الله طبعا بنقول جماهير ولاعيبه جمهور النادي الاهلي طبعا مبروك وانتوا رقم واحد طول عمركم بتشاركوا معانا في البطولات اللي النادي الاهلي من 115 سنه انجازات بنقول طبعا لمجلس اداره الفتره اللي فاتت كل سنه وانتم طيبين الكابتن محمود الخطيب الفتره اللي فاتت طبعا الوعكه الصحيه بعد المكسب انا متاكد الكابتن محمود الخطيب هينزل الملعب اول واحد يعني الملعب يجري بتديله ثقه وفعلا بتخلي الواحد يبقى عايز فعلا يروح يساند هؤلاء الابطال اللعيبه والجهاز بنقول لهم مبروك ان شاء الله باذن الله ودي نقله وانتوا النقله دي بتحبوها الدور اللي جاي الادوار اللي بتحبوها فان شاء الله باذن الله بالتوفيق وطبعا وراكم جماهير عظيمه باذن الله بتساند بشكل كبير فتمنياتنا للنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه الانتصارات وان شاء الله البطوله ال11 باذن الله. انت حشيش انا هوجه الكلام الاول للجمهور طبعا بقول لهم انتوا قدمتوا جواز دخولكم لمباريات تاني بكثافه خلال الفتره اللي جايه بالمظهر المشرف طبعا والمنظر الجميل اللي انتوا عملتوه امبارح وكنتوا على قد المسؤوليه وده جواز فعلا حقيقي جواز دخول مباريات الفتره اللي جايه. بنشكركم على الدعم الكبير وعلى الحضور وعلى التعب اللي انتم شفتوه امبارح وان شاء الله دوركم يعني عمره ما هينتهي بالنسبه للنادي الاهلي. بالنسبه للعيبه وطبعا الجهاز بقول للعيبه الكره رجعت في ملعبكم تاني الامور اتصلحت من اوسع باب عندكم لسه مشوار طويل التوفيق كان محالفكم والتوفيق ده ما بيجيش او الحظ ما بيجيش الا للمجتهد انتوا اكيد اجتهدتوا خلال الفتره اللي فاتت بدليل ان ربنا رجع لكم تاني الوضع الكويس ان شاء الله عايزين نشوف منكم المزيد وعايزين ان شاء الله باذن الله نوصل للنهائي وناخد البطوله ال11 ان شاء الله. شكرا جزيلا يا كابتن ماهر شكرا جزيلا يا كابتن حشيش شرفتونا ونورتونا ودايما بنستمتع بوجودكم معانا وزي ما بتيجي في الاوقات الصعبه دايما بنجدكم دي مجيه احتفال ده يا كابتن احنا بنحتفل النهارده فوز امبارح طبعا لا الاوقات الصعبه هم عارفين الاوقات الصعبه كانوا معايا بعد في البيت الكبير بعد ما هو اولاد النادي دورهم يا كابتن على فكره انا شايف ان احلى ميزه في النادي الاهلي طبعا وقت ما يبقى فيه دروب ولا حاجه اولاد النادي اول ناس طبعًا. تبقى متجمعه على ان هم يقوموا الفرقه ويقوموا الكيان تاني يعني صحيح فانا بشكركم جدا دائما على تواجدكم العظيم واللي دايما بيسعد جمهور النادي الاهلي شكرا جزيلا لكابتن ماهر شكرا جزيلا لكابتن حشيش المارد الاحمر يعود مره اخرى للمنافسه على اللقب ال11 تقرير ونرجع نكمل بقى وبعد التقرير فاصل وبعد الفاصل كريم سعيد واحمد ثابت في ضيافه الاهلي في رمضان كنت هقول البيت الكبير الاهلي في رمضان اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين خلوني ارحب بضيوفنا في هذه الفقره احمد ثابت ازيك يا ابو حميد الحمد لله تمام
اه طبعا. صح ماشي. مين مش مبسوط في مصر كلها دلوقتي؟ لا في ناس مش مبسوطه والله. انت عارف هم مين وانا عارف. اه ارحب بكريم الاول. ازيك يا كريم؟ ازيك يا طيب. مبسوط طبعا انت كمان. كلنا مبسوطين. بص السيناريو ده احنا عارفينه. الاهلاوي عارف السيناريو تاني خالص بعدين هنبقى نشرحه بعدين. الفكره ان السيناريو بجد امانه السكريبت تحس ان هو مكتوب يعني. بس المره دي كانت اوفر شويه يعني. كانت سهله جدا جدا. واحنا قلنا، انا بصراحه انا قلتها كتير، قلتها ان اي حد عايز يخرج الاهلي البطوله كانت فرصته في ماتش سان داونز للاهلي بصراحه. لا هي ضربه الجزاء بتاعت سان داونز بتاعت الهلال دي. حارس مرمى سان داونز. لا انا اطهر الطاهر بالنسبه لي بصراحه. يبقى حتى امبارح هو اطهر الطاهر دخل ضيعها امبارح. الثلاث اجوان من عنده. بسم الله ما شاء الله عليه. بسم الله ما شاء الله عليه. ليه بصمه؟ اه والله نتكلم عليها يعني. اطهر الطاهر بصراحه يعني ربنا سبحانه وتعالى ده شريك معانا يعني. سخره ان هو بصراحه كان له يعني فضل كبير معانا. ان هو احنا تصدق الناس في السوشيال ميديا بتنسب الفضل لحارس سان داونز. انت انسبت الفضل لاطهر الطاهر. دي حاجه صح. واشطر طبعا. معلش خلينا نتكلم بمنطقيه الاول، لانه قطر الطاهر طبعا كان عايز الهلال يكسب باي طريقه، ولكن هي اخطاء واضحه الحقيقه فنيه واضحه يا احمد فيما يخص هذا الامر. لانه مبدئيا كده انا بشوف ان الناحيه الدفاعيه عند فريق الهلال يعني اقل من المتوسط. قد تكون الناحيه، اذا كنا بنتكلم على نادي الهلال من الناحيه الفنيه، من الناحيه الفنيه عشان ما تاخدوش الجزء اللي انا بقوله ده، فمن الناحيه الفنيه انا بشوف ان نادي الهلال في الجزء الهجومي افضل كتير جدا 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 من الناحيه الدفاعيه. طبعا بس فريق الهلال اتطور كتير عن السنه اللي فاتت حقيقي، وجابوا صفقات وماشيين بشكل كويس، ولكن عندهم مشاكل دفاعيه كتير. بشوف ان السر في الانتصار امبارح هو جمهور النادي الاهلي صراحه. قدم ملحمه الجمهور بقى يعني من بدايه المباراه، من قبل المباراه بالتذاكر الاقبال في 4-5 ساعات. يا عبد الرحمن اديله فانوس وهو ماشي خلاص. في فانوس ليك. قبل 4-5 ساعات يعني 4-5 ساعات التذاكر خلصت قبل المباراه. الناس مش حاسه لا صيام ولا مش صيام. الناس واقفه خلاص كله جاي، مش فارق صيام مش من صيام. الناس بتفطر جوه الاستاد. مش يعني الفطار الحقيقي فعلا ان انت تشوف النادي الاهلي كسبان. فبصراحه تحيه كبيره لجمهور النادي الاهلي يعني. دايما وقت الشده وقت اي حاجه اوقات ما بتحتاجه، انا بقول مبروك عوده الرياضه المصريه بماتش امبارح. الماتش ده او الجمهور ده، انا حضرت مباراه الاهلي والزمالك اللي هي 4-3 اللي هي سنه 2007 نفس الشكل بالظبط. نفس الشكل يعني تحس ان الاجواء بدات ترجع تاني. الكوره بتاعت زمان اللي هي الهدفين بتوع كابتن اسامه حسني، نفس الشكل يعني، نفس الشكل بالظبط. تحس ان الاجواء بدات ترجع تاني. الحماس الجماهيري المتواجد ده حاجه مهمه جدا. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه لازم نحيي بصراحه الامن ووزاره الداخليه، كامل التحيه ليهم على ويعني الامن اللي حسينا بيه. اولا الدخول كان سهل جدا في المباراه. التواجد بالاعداد دي باكثر من 50,000 دور كبير جدا لوزاره الداخليه في المباراه دي، فتحيه كبيره ليهم. دور كبير جدا لمجلس اداره النادي الاهلي برده، ما ينفعش ننساهم قبل المباراه والمجهود اللي قاموا بيه. وان الماتش يبقى ب 50,000 متفرج دي حاجه برده تحسب لمجلس اداره النادي الاهلي، فتحيه للقائمين ده. ودايما النادي الاهلي هو اللي بيبقى يعني ايه، هو اللي بيبقى رساله او هو اللي القدوه بتاع الفرق. ان شاء الله لما تشوف 50,000 بعد كده ان شاء الله. على فكره هم كانوا اكتر من 50,000 كمان يعني. نتكلم عن العدد الرسمي. العدد الرسمي كان 50,000، ولكن دي يعني تبقى بدايه. خلينا نتكلم ان الصوره دي والشكل ده بتاع الجماهير ده تبقى بدايه للماتشات اللي جايه، تبقى بدايه فعلا لعوده. لان الكوره من غير جمهور ملهاش طعم. الكوره اساسها هي التواجد الجماهيري، فاهم مكسب امبارح هو تواجد وعوده جماهير النادي الاهلي. انا لسه كنت بقول لكابتن اسلام قبل الهوا، مش قبل الهوا، في اول فقره كنت بقول له ان السلعه او قيمة سلعة كرة القدم أو منتج كرة القدم من غير جمهور خسران ماديا كتير جدا. صح. يعني هو فعلا القيمة بتاعت الدوريات العربية دلوقتي اللي شغالة وخدت مننا يعني شو أكتر. صح. إن هم عاملين حضور جماهيري وشو جماهيري حلو. المفروض إن ده كان بتاعنا إحنا في الأول يعني. كان في بلاد ما بتعرفش تحط 2000 واحد في المدرجات، دلوقتي بدأوا يبقى عندهم مدرجات مليانة وبدأوا تسويقيا بيعرفوا يجذبوا الناس إن هم تروح الاستاد. إحنا من غير اي وسائل جذب اسم النادي الاهلي بس في تذاكر اتعرضت بتخلص. احنا خلصنا 50,000 في 7 ساعات تقريبا يعني. صح. فبالتالي اضافه جمهور النادي الاهلي لقيمه السلعه او المنتج بتاع كره القدم ده، مش جمهور النادي الاهلي، الجمهور عموما يعني، هيضيف اكيد للمنتج كتير جدا. صح. الرياضه صناعه. والنهارده ده تواجد كنا دايما بنقول في تونس تلاقي العدد كبيره، في المغرب تلاقي العدد كبيره، كانت مصر كمان هي دايما اللي بتبقى رقم واحد في الحاجات دي. فالحمد لله على العوده، ودي العوده من خلال جماهير النادي الاهلي. حقيقي.
وبصراحة بنشكر وزارة الداخلية، دي النهاردة أهم حاجة. النهاردة دور وزارة الداخلية بجانب في التأمين امبارح بصراحة، لا السلاسة في التأمين والدخول والخروج يا كريم كان لها دور مهم جدا 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 جدا. فمكسب مهم في ظل تواجد، أو بنفتح الباب مرة أخرى لعودة الجماهير، أو النادي الأهلي وجمهوره بيفتحوا الباب مرة أخرى مع التعاون مع وزارة الداخلية، بيفتحوا الباب لعودة الجمهور لكل الأندية. أنا هبقى سعيد جدا لما ألاقي جمهور نادي الزمالك متواجد، جمهور نادي الإسماعيلي، جمهور نادي المحلة، جمهور نادي جدول الدوري ترتيبه هيتغير يا كابتن بوجود الجمهور، يعني في بعض الأندية هتتأثر جدا. الجماهير كلها شعب واحد، يعني احنا بنتكلم برضو على جماهير كرة مصر اللي هو شعب مصر، يعني في الآخر احنا طبعا أكيد يوم هو ما 80% أهلاوية، لكن ما فيش مشكلة. 80 بس أكتر 80 بس. يوم الخبر لما الجهات الأمنية وافقت على عدد 50,000 كلنا حتى اندهشنا بصراحة، بس كنا فرحانين جدا. لا الرقم فعلا كان كبير، واحنا الرقم ده ما سمعناهوش من فترة. وبرضه طبعا مع توجيه الشكر كل الجهات الأمنية اللي وافقت على القرار ب 50,000 يحضروا المباراة، برضه عايز أشكر وزارة النقل اللي رجعت واحدة من الخدمات الكلاسيكية القديمة، خدمة الاستاد زمان. خدمة الاستاد الناس القديمة واللي بيروحوا الاستادات من زمان قوي عارفين خدمة الاستاد، ودي في وجهة نظر كابتن اسلام سهلت امبارح من عمليات توصيل الجمهور لبرضه 50,000 والاسعار طبعا ده حتى انا اعتقد بعض الاتوبيسات امانه بتركب الناس فور فري يعني مجانا من غير ما تاخد فلوس، ليه؟ ان هو بيسهل الموضوع. بتاع صلاح سالم على طول كان في صيام امبارح كمان، والناس كلها يعني احنا شفنا امبارح على السوشيال ميديا من الصباح الباكر كم الصور اللي طالعه من المحافظات المختلفه، دول جايين من الشرقيه، دول جايين من المنصوره، دول جايين من الصعيد، دول جايين من اسكندريه. محافظة الشرقيه دول عملوا هجوم على التذاكر فبصراحه الشكل نفسه كان شيء جيد. طب تعالوا بقى نلينك ده بالجزء الفني، وناخد وابدا من تصريح فلوران ايبانجي المدير الفني لنادي الهلال، اللي بصراحه انا بحييه بصراحه، الراجل يعني عمل شغل كويس مع بنتكلم كوره، يعني احنا عايزين نتكلم في الكوره. الراجل اول كلمه قالها في المؤتمر الصحفي، اللعيبه بتاعتي ما قدروش يستحملوا الضغط الجماهيري، ولا اتكلم على كولر لعب ازاي، ولا اتكلم لسه على لعيبه الاهلي على تالقهم، ولا كان اي شيء. صريح جدا. اول حاجه قالها انا اللعيبه بتاعتي رجليهم ما وقفتش في الملعب قصاد الضغط الجماهيري، وده يعرفنا ان احنا فعلا ككره مصريه سواء للانديه اللي بتلعب خارجيا او المنتخبات المصريه ضروره الاحتكاك بالمباريات اللي فيها ضغوطات جماهيريه كتيره. يا كابتن اسلام احنا حتى اتكلمنا فيها لما كنا بنقول لما كان النادي الاهلي يروح يلعب في المحله ويروح يلعب في اسماعيليه ويروح يلعب في اسكندريه، الضغط ده جزء من الخبره بتاعت جزء اللعب. من مشكله منتخب الشباب ان اللعيبه دي ما لعبتش ولا ماتش الجمهور الفتره اللي فاتت. ده حتى عندنا احنا في المنتخب الكبير، ان كان طبعا اللاعبين محترفين طبعا عندهم من الخبرات الكبيره، احنا عندنا برضو قوام قوي جدا 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 طبعا، وسكواد منتخب مصر ده سكواد قوي، ففي ناس كتير شايله الحته دي. لكن الانديه المصريه بكل امانه احنا بقالنا فتره كتيره اتضررنا بهذا الامر، سواء النادي الاهلي حتى نادي الزمالك حتى بيراميدز، في انديه كتير راحت تلعب في المغرب خسرت بسبب هذا الامر. فاحنا النقطه دي ان شاء الله اضم صوت احمد تبقى باذن الله نقله، ان احنا ان شاء الله باذن الله نكمل الموسم ده باعداد. بيراميدز خسر ازاي؟ نعم يعني ايه بيراميدز؟ لا هو قصده الجماهيريه بتاعت المغرب، جمهور المغرب وجمهور المغرب. لا اكيد مش جمهور بيراميدز. لا بتروح تلعب ايوه لا الفرق المصريه لما بتروح تلاعب فرق من شمال افريقيا بوجود جماهيري، اعرف انت اصلا خسران الكوره. ماتش الوداد مثلا الفاينل بتاع افريقيا خسران الكوره. بالمناسبه بيراميدز وفيوتشر عاملين ايه يا شباب؟ 2-0 لبيراميدز. 2-0 لمين؟ 2-0 لبيراميدز. كان في خناقه كبيره، كان في خناقه ما بين 2-1 لبيراميدز، وبالتالي كده بيراميدز اللي يصعد. بيراميدز هيصعد. الماتش ده اللي يكسب فيهم يصعد. اوكي. ولسه طبعا فيوتشر مقدم مشكله، عنده مشكله طبعا. بس كلمه فلان ابنج كابتن اسلام مهمه جدا جدا جدا، ان الراجل اكد يعني الضغط الجماهير اللي اتعمل عليه، وفعلا نادي الهلال اول 45 دقيقه هنتكلم هنا بشكل رقمي ولا فرصه ولا تسديده على مرمى محمد الشناوي، 45 دقيقه سلبيه من الفريق اللي راح في بريتوريا عامل ماتش كويس قدام صن داونز، من الفريق اللي كسبنا 1-0 وتباهى بالانتصار بتاعه، من الفريق راح كسب القطن في كاميرون 2-1، لكن الشوط الاول ما قدروش يواجهوا الضغوطات اللي في الملعب، والنادي الاهلي كان في وجهه نظري كان يقدر في الشوط ده ينهي يخلص بسكور. احنا في ثلاث احنا في كام؟ 11 دقيقه او 11 دقيقه ثلاث فرص محققه. لا ده ثلاث فرص ايه؟ مش فرص. لا بس مش عارف انفرادات كانت سهله جدا، بس الحمد لله في الاحوال الشكل كان كويس، واعتقد الارقام اللي هنتكلم فيها دلوقتي كلها بتصب في صالح. صحيح. خليني اقول لك انه انا لم يكن عندي ادنى شك
ان احنا نستطيع ان نفوز على الهلال السوداني. ما حد الجمهور كله مش شاكك، ده الاهلاويه كلهم كان عندهم ثقه بده. انا بتكلم فنيا، فنيا انت افضل بكتير طبعا من الهلال السوداني، طالما انت في وضعك الطبيعي، في وضعك الطبيعي اللي هو 60-70% من اللعيبه في مستواهم الطبيعي، 60-70% فقط في مستواهم الطبيعي اللي هو في اي مباراه بنشوفه. فانا ما كانش عندي شك الا ان اللعيبه بتاعتنا تبقى وحشه، هو ده القصه. فبالتالي عايز اخد رايك يا دكتور احمد برضو في ثلاث لاعبين، شحات، بيرسي تاو، ايضا مروان عطيه. نبدا بمروان عطيه عشان ده لوحده حكايه بصراحه. مروان عطيه انا بشوفه لما اتفرجت كمان، لما اتفرج على الملعب بقى بتشوف اللاعب وتحركاته. مروان عطيه انا شايف ان هو اهم صفقه للنادي الاهلي في يناير. انا بشوف ان مروان عطيه لازم يكون اساسي في منتخب مصر. اوكي طبعا. افضل بكتير من محمود حماده طبعا مع الاحترام الكامل ليه، ولكن مروان عطيه واحد من يعتبر انا بشوفه افضل لاعب في الفتره الحاليه خط نص في مصر. اولا دور كبير في استعاده الكره الثانيه للنادي الاهلي، دور كبير في قطع الكرات، سر من اسرار استحواذ النادي الاهلي طول المباراه كان مروان عطيه، ليه دور كبير في المحاولات والدور الهجومي وبيكمل وكان ليه محاولتين على المرمى، اكتر لاعب لمس الكوره، كمان عنده رؤيه وعنده شخصيه وعنده تمريرات طوليه رهيبه. يعني ارقام مروان عطيه اهي، ايوه لعب 90 دقيقه. انا احبك وانت بتجيب لي ارقام ارقام على طول، بص عشان اللي بيتكلم يقول لك انتوا عمالين تعملوا ولا بتاع، لا اهو ارقام اهو اتفضل. ده الارقام كمان هترد على اللي بيقول لك ان هو ما بيعرفش يعمل تمريرات طوليه قدام، هنبص عليها. اكتر من لمس الكوره 99. بصراحه انا ما شفتش حد بيتكلم بطريقه سلبيه بصراحه. لا في على مروان عطيه فعلا. اول ما بدا لا بيتكلم مش الماتش ده، اول ما بدا الماتش امبارح اقصد. اكثر من لمس الكوره 99 مره في الملعب، صنع الهدف الثالث وساهم في الهدف الثاني، عامل 64 تمريره صحيحه من 81، اكثر من قام بتمريرات طوليه في المباراه 13 تمريره طوليه. نعم. كمل هتلاقي كمان، بص الاحصائيه دي مهمه قوي، اكثر من قام بتمريرات للثلث الاخير في ملعب الخصم، يعني واحد بيلعب ديفندر مركز 6 عنده رؤيه لقدام، فاكثر واحد عامل تمريرات لقدام للثلث الاخير 14 تمريره. دي النقطه اللي انا كنت بتكلم فيها، ان احنا عندنا دلوقتي ناس حريفه في نص الملعب على عكس فتره قبل كده كان دايما عندك اللاعب الناشف اللي هو بيقابل بس ما بيعملش الحاجات دي قدام، ففعلا صح. الارقام دي تبين لك ان ده لعيب عنده كوره حلوه يعني. طبعا استعاده الكوره 9، تدخلات الدفاعيه 3، ما ارتكبش ولا خطا، دي نقطه مهمه جدا. في احصائيه بقى كمان جايبينها للاحصائيه التوتال للبطوله كلها، هتلاقي ان محمد عبد المنعم ومروان عطيه موجودين في اكتر لعيبه عاملين تمريرات صحيحه في دوري ابطال افريقيا. محمد عبد المنعم لو نجيب الصوره، محمد عبد المنعم رقم 4 ومروان عطيه هتلاقيه برده رقم 8، رغم ان مروان عطيه ما لعبش غير 3 مباريات اساسي، يعني هو لعب في فتره صغيره بس عكس الباقي مثلا لعب كتير. برده نكمل بقيه الارقام، حسين الشحات، حسين الشحات انا بشوفه واحد من ادي الاحصائيه يا كابتن اسلام. أيوه. بص هتلاقي محمد عبد المنعم دي الارقام دي اكتر لاعب تمريرات صحيحه في دوري ابطال افريقيا يا جماعه، فيهم اتنين من النادي الاهلي في اول 10 والاثنين مدافعين، دي حاجه لازم ناخد بالنا منها قوي. ده دليل على ايه؟ دليل على ان مارسيل كولر بيعتمد على كره التحضير من تحت، وان انت عندك محطات في البناء. انا اعتقد ان ال10 هتلاقيهم معظم او 9 منهم او 8 منهم مدافعين. المفروض الاحصائيه دي تبقى بلاي ميكرز كلها اصلا المفروض. لا. او لعيبه ديفندرات حريفه. اوكي محمد عبد المنعم رقم 4 بيعمل 57.3 معدل تمريرات صحيحه في الماتش الواحد بنسبه دقه 89%. رقم 8 مروان عطيه 54.5 بنسبه دقه 85%. الاولاني ده بتاع سان داونز مش كده؟ اللي هو مكوينه اللي هو لعيب الارتكاز. ايوه لسه كنت هقول لك ليه؟ لان كل الكرات بتعدي على مكوينه. فانت عندك في الاحصائيه دي 2 من النادي الاهلي، يعني دي رقم كويس جدا دليل على الاثنين دول محطات. تعال نبص على حسين الشحات. حسين الشحات حسين الشحات امبارح لعب 27 دقيقه بس، جاب جونين، فده رقم مميز. نزل الشوط الثاني، عجبني كمان توظيف مارسيل كولر ليه ان هو راح ناحيه الشمال، احنا متعودين ان الشحات بيلعب يمين على طول. هو اداله حريه الحقيقه امبارح جدا يعني في ان هو بس تحديدا لما خرج احمد عبد القادر وادى الشحات شمال وبيرسي تاو كمل يمين، فانت صح. عندك الثلاثه اللي قدام دول ماشيين بشكل كويس جدا، حسين الشحات، بيرسي تاو، كهربا. أيوه. فانت ان انت تستغل الشحات شمال دي حاجه هتفرق في الفتره الجايه. يعني ان انت حطيته ناحيه تحت ضغط وظروف كبيره جدا، حاله وفاه والده وبتاع، لسه كنا بنتكلم قبل ما انت تخش في الموضوع ده، ان هو يؤدي الاداء ده في الظرف اللي هو فيه ده يعني جبل شخصيه. طبعا وهو شخصية. دايما تالق يا كريم، دايما كمان في الماتشات الكبيره حسين الشحات بيظهر كل الماتشات الكبيره تلاقيه موجود، جاب 14 هدف افريقي، واحد من الصفقات شخصية. بصراحه لا والحته المهمه دي اللي هو لما بيلعب على الشمال اصلا ما نبص على كل الومضات حسين الشحات مع النادي الاهلي، هنلاقي عبد الرحمن جاي من الجبهه اليسرى
هدف يعني لما رأى الزمالك النقاز في النقاز في الزمالك كان جناح ايسر دي اللي انا فاكرها هدف الوداد هدف الوداد صفر من ناحيه الشمال الشمال ده بسبب ايه ان حسين الشحات عنده نفس الميزه عن بيرسيتاو الاثنين بيستنوا الكره على الخط وبيعدل الجسم لجوه بيخش على جوه بيخش من اللعيبه اللي بيحبوا ياخدوا المدافع للعمق وبالتالي طيب. اللاعب ده لازم اللي بيعمل الحركه دي لازم عنده شخصيه شديده وبيرسيتاو بيرسيتاو هنرجع لبيرسيتاو ولكن ارقام الشحات كملت ارقام الشحات لعب 27 دقيقه احرز هدفين صنع فرصه ليه اتنين محاوله صح من اتنين يعني المحاولتين اللي راحهم جابهم جونين وليه مراوغه ناجحه واحده من الاثنين طيب اهو معانا مره اخرى سريعا جدا ارقام حسين الشحات خش بقى على بيرسيتاو الواحد من بيرسيتاو واحد من اهم وافضل اللاعبين في الفتره الاخيره الحقيقه و يعني انا ما شفتوش مع موسيماني بهذا الشكل هو لعيب كبير بيرسيتاو لعيب جاي من الدوري الانجليزي ولعيب دولي ولعيب كبير هو بصراحه مشكلته كانت في الاصابات بس لما بيخف وبيبقى كويس اما بيقف على رجله وبيجيب البدني بتاعه بتلاقي لعيب تاني بصراحه اولا صنع هدف اسيست صنع فرص لزملاء اربعه مراوغات ناجحه واحد من اثنين فاز بالتحامات ثنائيه 4/10 ودقه تمريرات 89% لو نجيب الاحصائيه بس اللي هي الصوره اللي معانا اكتر اللعيبه مساهمه في اهداف في البطوله لغايه دلوقتي في منهم كام لاعب من النادي الاهلي 3 بيرسيتاو وكهربا وعلي معلول دول اكتر اللعيبه دول بيبينوا لك مين اللي هم الاكثر مساهمه خلي بالك انا برضه في موضوع بيرسيتاو لغايه لما يجيبوا لك الصوره انا بشوف ان تعامل كولر مع بيرسيتاو في ظل هذه الظروف هو اللي وصله لهذا الامر لانه في النهايه انا كمدير فني عندي اللعيب كويس اقدر اطلع منه الكويس واقدر ما اطلعش منه الكويس انا طلعت منه الكويس خلي بالك هو كان الاول كمان الجمهور كان في كلام على ان بيرسيتاو ماشي قاعد ده بالزبط. مهم ده مش مهم هو الضغط النفسي اللي عليه ده كولر خرجه منه تماما وخلاه بالشكل اللي احنا شايفينه بالاداء اللي احنا شايفينه ده ما كانش سهل على فكره وكهربا كمان وكهربا نفس الكلام كهربا عنده ضغط بره الملعب كمان كتير يعني هي ساعات بتيجي في الملعب يعني بتيجي في الملعب انت بتخلق ثنائيه مع حد انت مرتاح له بكل امان لو تشوف ان عوده كهربا واحتلاله لمركز المهاجم الصريح فعلا خلى بيرسيتاو اسلوب لعب كهربا مفيد جدا 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 لبيرسيتاو لان كهربا ما بيرحلش وبيديله المساحه اللي هو عايزها بالظبط فبالتالي طيب. في الملعب ما بتحسش ان اللعيبه بتعمل قفله مع بعضها فانا اعتقد دي كانت احد اسباب تفوق وتالق بيرسيتاو في الفتره الاخيره ده اللي انت الاكثر مساهمه في الاهداف الاحصائيه دي مهمه جدا اكتر اللعيبه اللي ساهمت اهداف في البطوله في دوري ابطال افريقيا يعني ايه مساهمه يعني سجل وصنع الاثنين بيرسيتاو رقم 3 كهربا اكتر لاعب ساهم في اهداف في النادي الاهلي في البطوله بيرسيتاو مساهم بالتسجيل والصناعه في 5 اهداف كهربا اهو مساهم في 4 اهداف رقم 4 الاولاني ده حمزه خابه اللي هو بيلعب في الرجاء مهاجم الرجاء مساهم في 6 اهداف كلاتوس تشاما ده بيلعب في سيمبا التنزاني 5 اهداف بيرسيتاو 5 اهداف كهربا 4 اهداف للوبو اللي هو في الهلال السوداني 4 كاسيوس مايلولا يسري اللي هو الجناح بتاع الرجاء المغربي علي معلول اهو بيظهر رقم 8 مساهم في 4 اهداف ده بيرسيتاو كمان نفس العدد بتاع المركز يعني يعتبر ثاني مش ثالث بيرسيتاو 5 اهداف هم الاثنين هم الاثنين يعني يعتبر ثاني اكتر لاعب مساهم في اهداف بيرسيتاو وبعد كده كهربا فانت القايمه دي بتاكد لك ان انت عندك 3 لعيبه من احسن 10 لعيبه انا بعتبر دايما الاهداف والاسيست هم يعتبروا اكتر لعيبه من احسن اللعيبه في البطوله ان هو مساهم بالتسجيل وبالصناعه فانت عندك معلول وعندك كهربا وعندك بيرسيتاو كريم برضو وانت عندك انت بقى انا عايز اعرف التاهل كوصيف ليه مميزات وعيوب اشرح لي كده ايه ميزه وعيب ان احنا نتاهل كوصيف يعني شوف طبعا احنا من حوالي 4 أو 5 سنين كنا بدانا نتكلم الموضوع ده انا كان النادي الاهلي دايما متعود كابتن اسلام وعبد الرحمن ان النادي الاهلي بيتاهل متصدر لغايه لما بدا النادي الاهلي في السنوات الاخيره بيتاهل كوصيف الوصيف طبعا عيبه اول عيب عندك ان دور الربع النهائي بتلعب ماتش الذهاب على ارضك وبتلعب ماتش الاياب خارج ارضك وبالتالي ده لحد ما بيدي افضليه للفريق الثاني انه بيلعب المباراه الحاسمه على ارضه وان كانت في السنوات الاخيره خلص. مع تطور الكوره خلاص. الموضوع ده يعني مش فارق قوي بدليل ان الاهلي النهارده بيلعب في رادس وبيلعب في ناس بتقول لك ان الاهلي يلعب في رادس احسن من القاهره بيلعب في القاهره فربما يكون ده العيب لكن الفعل الحسن في وجهه نظري ان النادي الاهلي عود الناس في السنوات الاخيره في حاجه ثانيه بقى ان انا مش هبص على مركزي كاول او كتاني لا انا ببص على ان انا اخلص دور المجموعات كمتاهل وستايل واسلوب لعب النادي الاهلي في مرحله النوك اوت بيبقى افضل بكتير من دور المجموعات خصوصا لما يتاهل بصعوبه كمان بالظبط بالامانه احنا واضح جدا ان النادي الاهلي في مساله تجميع النقاط في البدايه بيبقى في مشكله خاصه وانت راجع من كاس العالم برافو عليك كمان خلي بالك عبد الرحمن التشتيت
اللعيبه بتتشتت في كذا بطوله. انت عندك هنا بتلاعب منافسين باسلوب معين، محليا بتلاعب منافسين باسلوب معين. لا وبرضه انت راجع من ملاعب في المغرب. نعم. واجواء في المغرب مختلفه تماما عن وانت بتلعب الهلال السوداني اول ماتش في السودان. طبعا ده بجانب برضه بحاجه امان يعني لازم برضه نقولها بصحه، والكارديو كابتن اسلام برضه يعني اكيد عارف النقطه دي. اللعيبه والرياضيين بيحسوا بملل، خلي بالك من كتر المنافسات الكتيره جدا 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 الملل بيجي لك. كان مانو جوزيه عنده الكلمه الشهيره، ولكن الحقيقه انت عارف انا وجهه نظري ان الرد على هذا الامر ايه اللي احنا شفناه امبارح. ايوه جمهور. طب يعني انا ابقى بعمل كل حاجه، انا عندي ملل ومش قادر. ايوه صح صح. الهتاف لي معنى تاني خالص بالنسبه للاعب، ماليش نفس وكل حاجه صح، ولكن انا بقول لك الكلام ده عن تجربه. صح صح طبعا كلام صحيح. لا كلام واقعي 100%. فالوضع لما بكون نازل الملعب او الدقيقه دي تحديدا وانا نازل الملعب والناس كلها بتنده بالاسم صح اي حد من اللاعبين صح، والله انا يعني انا كنت بسمع حاجات تخلي وانا في الملعب أي. جسم الواحد يقشعر. صح صحيح. فدي بتجدد الدوافع وبتجدد كل حاجه بتفرق. وعشان كده اعتقد يا عبد الرحمن ان ان شاء الله باذن الله واحده من المميزات للنادي الاهلي، حتى كنا بنتكلم النهارده متاح ليك ترجي وداد رجاء، معظم النهارده الناس على السوشيال ميديا تقول لك لا اي حد هي ما عندناش مشكله، مش فارقه ما عندناش مشكله الثلاثه دول شمال افريقيا كلها بالنسبه لنا خلاص فاهم. بس هي الفكره في حته ايه، انت عايز بقى المره دي انت رايح فعلا احنا كلنا متفقين سكواد النادي قائمه النادي الافضل السنه دي مختلفه، والمحترفين اللي عندك السنه دي كمان انت بتقول بيرس تو عليه معلومه. بص على الخمس تغييرات امبارح اللي نزلوا بيلعبوا في الملعب مش ممكن صح، فرقه ثانيه خالص، فرقه ثانيه. انت مش عارف تلعب مين في نص الملعب يعني من اول ديانج كويس، حمدي فتحي كويس، السوليه كويس، مروان عطيه دلوقتي احسن لاعب في الفرقه. انت عندك اي حد يلعب في نص الملعب من دول كلهم يعني كويسين ثابت. خليني برضو نروح لموضوع اخر، عندنا رجاء، عندنا وداد، عندنا ترجي. انا وانا بتفرج دلوقتي على الاحصائيه الاخيره اللي انت جايبها لنا فيها اثنين من لعيبه الرجاء رقم واحد ورقم سبعه، من الواضح ان الرجاء من الفرق الجيده. صح، الرجاء السنه دي طبعا الرجاء اسم كبير وفريق كبير، بس السنه دي تحديدا اقوى من السنه اللي فاتت. بالظبط، لانه نفس الوداد برضو، الوداد فرقه قويه جدا في المغرب. لما يبقى عندك فرقتين بالحجم ده الاثنين بينافسوا في بطوله افريقيا لازم يبقى المنافسه قويه. اللي عايز ياخد البطوله بيلاعب اي حد وبيكسب اي حد، خلينا متفقين على كده ان احنا ان شاء الله لما ناخد البطوله نكسب اي حد. بالظبط، بس في حاجات بتقول ان مؤشرات ان فرقه ماشيه كويس او في ان انت يعني تبعد عنها تبقى افضل. يعني انا بشوف ان تبعد عن انديه المغرب افضل بصراحه، خاصه ان العوده على ملعبهم، العوده على ملعبهم بتبقى جمهور المغرب جمهور قوي بقى. خاصه جمهور الوداد كمان في ملعب محمد الخامس بتبقى الدنيا صعبه شويه. لكن الرجاء زي ما كابتن اسلام قال، الرجاء اقوى خط هجوم في البطوله، مسجل 17 هدف، 17 هدف في 6 ماتشات، يليه النادي الاهلي 14 هدف مع اختلاف المنافسين. بس الرجاء السنه دي شكل كويس. صح. عندهم الهداف حمزه خابه جايب 7 اهداف او 6 اهداف. كمان انت لو بتتكلم على الفرق في الدوري، في الدوري الرابع. لا في بس انا اقول لكم على حاجه يا جماعه، اقول لكم على حاجه بس السنه دي لا خلي بالك ان الكره المغربيه دلوقتي اختلفت تماما. منتخب المغرب ادى للفرق المغربيه دفعات قويه جدا. مليون في المئه، مليون في المئه. بس احنا برضه عشان تبقى الصوره واضحه للساده المشاهدين، الارقام كلها خلي بالك في دوري، في دور المجموعات دوري ابطال افريقيا، الرجاء كل حاجه بتاعته. تخيل الرجاء 6 ماتشات كسب 5 وتعادل 1 صح، لكن لازم نقول مين المنافسين. بالظبط، سيمبا، حريه وفايبر، اسهل مجموعه في ما لعبتش ولا مباراه حتى مع شمال افريقيا. صح. مش ولا مباراه. فمهم جدا بس كلها ما عندهاش امل اصلا يعني. وان الفريق حاليا بيقبع في المركز الرابع في جدول بعدد مباريات اقل. صح. من الاول الارقام بتقول ان الرجاء اقوى خط هجوم في البطوله، يعني هجوميا الرجاء اقوى، الدفاع الوداد اقوى خط دفاع مستقبل هدف واحد. فانت بتتكلم لو عايز تقابل اقوى فريق اقوى خط هجوم يبقى الرجاء، اقوى خط دفاع يبقى الوداد. ارقام الترجي اقل من الاثنين، الترجي مسجل 6 اهداف بس مقارنه بالرجاء اللي مسجل مثلا 17، الوداد مسجل 7 اهداف، الترجي مستقبل 4 اهداف. فده برده الترجي برده كان في مجموعه الزمالك فبرده المجموعه خسر 3 يعني خسر 3 من الزمالك ثلاثة. بس برده يظل الترجي برده فرقه مع كابتن نبيل معلول عايزه ليها اسمها. انت كده ولا كده الثلاث فرق اقوياء، يعني الثلاث فرق اللي انت هتقابلهم ده اللي انا بقوله ان في الاخر انت بتلعب ثلاث فرق، الثلاثه اقوى من بعض والثلاثه اهم من بعض والثلاثه من اهم واكبر الفرق في افريقيا. خلينا برضو اخد رايكم سريعا جدا في العوده للمنافسات المحليه. طبعا انا اشوف كابتن اسلام مهم جدا 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 الفتره اللي جايه نتفادى شيء كنا ربما بنقع فيه السنتين اللي فاتت. النادي الاهلي اذا خلص الملف المحلي وانهى المنافسه اكلينيكيا، يعني خليت دايما الفرق
يدور من 15 نقطه ل 12 نقطه ومحافظ عليه لاعتقد لاربع او خمس اسابيع قادمه، خلاص انت بتدي نفسك المساحه انك تركز في الملف الافريقي وكمان الملفات اللي هي الايه المتفرقه اللي جايه لنا. عندنا فاينل كاس، دوري السوبر، فاينل كاس 10 ابريل ان شاء الله باذن واحد احد تكسب الجديد. تلعب الزمالك ان شاء الله في السوبر المصري 4-5 في الامارات، بعد كده هيبقى عندك الكاس الجديد بقى. فكل البطولات دي كل جدا موضوع نظر. الكاس القديم والكاس الجديد ده بقى لنا فتره فيه من سنتين ثلاثه، ده كان في الكاس الجديد والكاس القديم والكاس الاقدم سنتين الكاس الاقدم اللي هو اللي احنا لا مش ده اللي احنا خسرناه. هضيف بقى على كلامك كمان ان في منافسات جايه بدون فار يا كابتن، اللي هو ماتش المحله في الدوري وماتش بيراميدز. لا مش بدون فار، خلينا ننتظر ونشوف لسه مش كام اللي هيوافق ان هو يلعب مباراه بدون فار. يعني ايه قصه ماتش بيراميدز؟ انا داخل النهارده حكام اجانب ومعاهم فار، ما ريسكو صغير. انا داخل النهارده استقبل كريم سعيد واحمد ثابت شويه، والجمهور وانا بتكلم معاهم كده يلاقوا كريم قاعد لوحده ثابت مشي. طب هيقولوا لي هو فين ثابت؟ على الاقل هنسال. فاحنا بنسال سؤال مشروع لا يا كابتن، في كلمة مش ميكروباص يعني مشروع ان احنا في معلومه خطيره جدا جدا اتقالت من رابطه الانديه ان الفلوس اتدفعت. ايوه ده اتدفعت من الانديه، كل الانديه دفعت فلوس الفار. انت بتقول ليه انا النهارده ما كملتش اتفاقي مع الشركه؟ الفلوس راحت فين؟ هو في التزامات من بعض الانديه واتحاد الكوره مش موجوده ده مال عام احنا مش رايحين. ايوه في التزامات من بعض الانديه لم تسدد. ده البطولات الرمضانيه النهارده في مراكز الشباب الولاد الصغيرين جايبين الكمبيوتر وجايبين لابتوبس وبيعملوا فار صح، وجايبين كاميرات وعاملين فار رمضانيه كده. لا بجد والله مع الاختلاف طبعا مع الاختلاف الكبير، لكن في النهايه انا لن اتكلم في هذا الموضوع الا لما اعرف اجابه للسؤالين دول تحديدا. انا عندي ماتش يوم انا كنادي اهلي عندي ماتش يوم الاربع امام المحل، ايه الاخبار؟ بعد كده هبقى اتكلم عن ماتش بيراميدز، لكن انا دلوقتي عندي ماتش يوم الاربع مش مثلا لا الاربع اللي جاي ده كمان بجد والله مستحيل ماتش بيراميدز يتلعب من غير فار. ده الحكام طقم الحكام الاجنبي مستحيل ماتش المحله يتلعب من غير فار. معلش يعني مع احترامي يعني انا حكام هبدا دوري بالفار واجي في نص الموسم واقول مفيش فار؟ لا مين يعني انا اسف ده تهريج والله. مستحيل ماتش بيراميدز وانا بقول لك مستحيل ماتش المحله يلعب بدون فار. ازاي يعني اروح العب مباراه للمحله وليا ليا كنادي اهلي وللمحله؟ أيوة. افرض عليا ركله جزاء هتحسبها؟ أيوة. ليا ركله جزاء احسبها لي من خلال الفار. ما يعني احنا بعد كل ده ترجع تقول لي اصل ما فيش فار؟ معلش اصل عشان مش عارف ايه ومين عمل ايه ومين ما سافرش ومين سافر ومين جه وما فيش ايه ومش عارف. لا كلام ما اعرفش، خلينا ننتظر لغايه يوم الاربعاء. احنا داخلين على معمعه ماتشات، معمعه ماتشات مهمه جدا. اولا عندك ماتش المحله ما ينفعش ان انت تخسر فيه اي نقاط، عايز تحافظ على الصداره بتاعه الدوري وعايز تحسم الدوري. بعد كده عندك ماتش بيراميدز، ماتش بيراميدز ده ببطولتين، ماتش بيراميدز بكاس مصر والسوبر، يعني ان شاء الله لما نكسب هنلعب الزمالك في السوبر. نعم. وعندك في نهايه شهر 4 ماتش دور الثمانيه دور الثمانيه اللي هو بتاع دوري ابطال افريقيا، واول 5 ماتش السوبر ان شاء الله بعد ما تاخد الكاس. فانت عندك معمعه ماتشات صعبه. ماتش بيراميدز بالمناسبه هيغيب عنهم 2 لعيبه، علي جبر لانه حصل على كارت احمر في مباراه الزمالك اللي كانت في نص النهائي، ومصطفى فتحي لان مصطفى فتحي حصل على كارت احمر مباشر في مباراه البنك الاهلي اللي كانت قبل مباراه الزمالك، وبالتالي بيغيب ماتشين، الكارت احمر مباشر بيغيب ماتشين. فعندهم علي جبر وعندهم مصطفى فتحي 2 غيابات مؤثره على بيراميدز في مباراه الماتش. خلص الشباب بيراميدز خلص 2-1 2-1 لبيراميدز، وبالتالي ما بين بيراميدز وفيوتشر في البطوله الكونفدراليه، وبالتالي بيراميدز بيتاهل للدور مع الجيش الملكي. مع الجيش اعتقد الجيش الملكي المغربي الى الدور الثمانيه في البطوله الكونفدراليه، ويخرج فيوتشر من هذه البطوله. فاحنا داخلين على معمعة مهمه جدا، ماتشات مهمه، مطلوب التركيز، مطلوب تجديد الدوافع، التواجد الجماهيري نتمنى ان هو يستمر سواء في الدوري او في افريقيا. نجاح التجربه بتاعت امبارح ان شاء الله في مباراه دور الثمانيه عايزين العدد يزيد كمان، يبقى 60,000 و70,000 ان شاء الله، وبنتمنى يعني ان العدد يزيد. خاصه بنشكر وزاره الداخليه على اللي عملوه معانا امبارح يعني وعلى مع النادي. طبعا اتمنى ان شاء الله باذن الله ان يعني الفتره الجايه اهم نقطه موضوع تجديد الدوافع ده مهم جدا جدا جدا، ونقطه طبعا حضور الجماهير ده بصراحه مهمه جدا. وحتى كل النهارده الاخبار اللي طلع بعد المباراه كلها مبشره ان ماتش الاهلي وبيراميدز هيبقى ان شاء الله يبقى 50,000، 25 للنادي الاهلي و25 لبيراميدز. اذا نادي بيراميدز ما قدرش ان هو ده القانون ما قدرش يدفع ثمنهم، يعني هو ممكن يدفع ثمنهم ويسيبهم فاضيين، اوكي ما دفعش والكراسي دي ما اتحجزتش، هيتم طرحها لجماهير النادي الاهلي. برضو ماتشات
دور الثمانية. احنا عندنا ماتش ان شاء الله هيبقى يوم 20 او 21 ابريل باذن الله في مصر، نتمنى ان شاء الله على اقل تقدير يا كابتن اسلام يبقى 50,000 في الاستاد زي بالظبط ماتش ان شاء الله كريم باذن الله باذن الله باذن الله ان شاء الله ان شاء الله الفتره الجايه دي النادي الاهلي يعني يقدر بالقائمه القويه اللي عندنا نقدر ان شاء الله باذن الله نحسم كل البطولات اللي هنشارك فيها ان شاء الله كريم. انا بشكرك، شكرا جزيلا كريم سعيد، وبشكر احمد ثابت طبعا دكتور احمد ثابت، بشكركم على التواجد معانا النهارده. الفقره دي مميزه جدا يا كابتن، انا فعلا الجو الاحصائيات والارقام والتحاليل ده بحبه جدا جدا، وانتم الاثنين من اشطر الناس اللي بتعمل ده فعلا يعني، شكرا ليكم فعلا. انا بشكركم شكرا جزيلا يا دكتور احمد يا كريم، والحقيقه احنا طبعا كل الفقرات الاهلي في رمضان خلال هذا الشهر بالكامل، هذا الشهر الكريم بالكامل، دائما بتبقى مميزه، برنامج الأهلي في رمضان الحقيقة بيكون مع حضراتكم دائما، وكل يوم كل مذيعين قناة النادي الأهلي بيشتغلوا عشان خدمة جمهور النادي الأهلي. فالحقيقة إن شاء الله خلال الفترة القادمة أيضا سيظل برنامج الأهلي في رمضان كل يوم من الساعة 10 للساعة 12 لنقل كل ما يحدث داخل النادي الأهلي وكل أخبار النادي الأهلي بكل الألعاب المختلفة. أنا بشكرك جدا عبد الرحمن. أنا اللي بشكر حضرتك كابتن إسلام فعلا، يعني من أنا بستمتع بوجودي مع حضرتك كابتن والله بجد، شرف ليا، ربنا يخليك. بشكركم شكرا جزيلا يا دكتور أحمد ودكتور كريم، أشكركم على تواجدكم معنا. كانت هذه حلقة اليوم من الأهلي في رمضان، غدا حلقة جديدة من برنامجكم الأهلي في رمضان.